الأهلي يسحق بيراميدز بثلاثية نظيفة مع الرأفة وينفرد بصدارة جدول الترتيب عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف، ألف 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 مبروك، فوز مستحق. ألف مبروك كابتن. إيه الفوز الحلو ده؟ ده جميل. وإيه اللعيبة الحلوة دي؟ طبعًا. وإيه الجمهور الحلو ده؟ صحيح. يوم جميل. ويوم جميل يمين وشمال. يوم وشمال من أقصى من أقصى من عند مصطفى عبده من الجنوب لحد من مصطفى عبده لشريف عبد المنعم. بقول لك عودة الثقة جميلة جدًا. عودة الروح جميلة جدًا. الأهلي بيلعب بروح النهارده. صحيح. الأهلي في كل الملعب. تعويض لأي لعيب بتقطع منه كرة، اتنين تلاتة لعيبة بيجروا بدون مسميات أسماء يعني، فهمتني؟ صحيح. إيه هذا هو السلية. لو عايز بقى المانشيتات يعني. ديانج الجميل، أفشة، ياسر، عبد المنعم قبل ما يعني إصابه وعمل مباراة كبيرة، معلول كالعادة، محمد هاني، إيه التألق الجميل ده والعودة دي؟ يعني النادي دي كان عليها ضغوطات يا كابتن ايمن كبيره جدا ومسؤوليات كبيره جدا في وقت كل ما بنحاول نلصم لعيب او اتنين ونقف على راس حربه او اي حاجه يقع مننا اتنين تلاته. النهارده بيقع مني عبد المنعم. ما زالت الحكايه الحمد لله كويس. بتتربع تاني النهارده على العرش وبتتربع على المكانه بتاعتك الطبيعيه بفارق كبير بثلاث نقاط. مش عايزين زي ما اتفقنا في اول مباراه ما نبصش ورانا، احنا بنبص لقدام. احنا بهذا الاداء وبهذا الشكل وعودتنا باللعب في استاد القاهره الحقيقه النهارده طبعا شكل جميل برضو. صحيح. حاجه تانية، انت كسبت فرقه تعد من اقوى الفرق اللي انا بعتبرها في الدوري العام. ان ما كانتش الفرقه الثانيه بعد النادي الاهلي. كويس؟ لعيبة محترمة جدا، كل واحد ليه تقل في الملعب، أثروا الملعب وعملوا لنا مباراة جيدة جدا إذا كانت من الأهلي أو من البيراميدز. الاثنين بيروحوا على الجول، الاثنين عندهم كورة، الاثنين عندهم تسليم وتسلل، عندهم فنون اللعبة يعني. بس خدوا درس قاسي بيراميدز. مش على درس قاسي، لا، أقول لك في توفيق برضه، في توفيق. لا، في توفيق كبير منك أنت، لأنك أنت التركيز اللي واضح في الملعب احنا كنا مشكلتنا يعني انهاء الهجمه، انما الرؤيه والبصه لفوق والكلام من ده والتصويب من الخارج واستغلال الضربات الثابته زي ما اتفقنا، ها كل ده برغبه، كل ده بقى انا عايز النهارده ابقى موجود. انا مكانتي مش اللي انا فيها دي، احساس اللعيبه بكل الضغوطات اللي كانت موجوده. انا مش هطول عليك، انا سعيد جدا النهارده باداء لعيبه النادي الاهلي. طبعا. ايه اللعيبه الحلوه دي النهارده؟ من حقكم النهارده الحقيقه تنبسطوا وتهيصوا وتاخدوا لكم يوم اجازه جميل كده، وبنشكركم بجد احنا كاعضاء بالنيابه عن كل الموجودين هنا من القناه كلها. انا بشكركم كلكم على الاداء الجميل ده، ومن ماتش لماتش باذن الله ما تقولوش عن كده باذن الله. مبروك. كابتن اسامه الف مبروك. درس قاسي من الاهلي ومستر كولر اللي تكس. مظبوط، ما فيش شك في كده، بالذات الشوط الثاني. صحيح. الشوط الاولاني كان الامور رايحه جايه، لكن الشوط الثاني الوقفه والتنظيم الدفاعي النهارده اكتر من ممتاز. كل اللعيبه بتادي بروح عاليه جدا، حتى اللعيبه اللي كانت بره الاداء الفني الجيد. مظبوط. انا قلت لك الشوط الاولاني انا بحيي جدا رباعي خط الظهر، برضو تاني بحييهم جدا 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 النهارده. علي معلول واقف دفاعيا كويس قوي، من احسن الماتشات اللي علي معلول واقف فيها دفاعيا. يمكن مش هتلاقيه في الهجوم قد الماتشات اللي فاتت، بس الماتش كان عايز كده. محمد هاني هايل، الماتش اللي فات كان هايل والنهارده هايل. ياسر ابراهيم عامل ماتش كويس قوي، محمد عبد المنعم عامل ماتش كويس قوي. طبعا ديانج والسولية عاملين ماتش كويس، بس انا اتكلمت على التنظيم ده. والرباعي الامامي الشوط الثاني واقفين في نص الملعب مع المجموعه ديت، وبنلعب على هجمه مرتده في اكتر من كوره كانت خطر، وقدرنا نستغل كورتين من الفرص اللي جت وجبت جونين اضافه للهدف الاولاني.
صعب الامور جدا على بيراميدز اللي وصل لمرحله حلوله قلت قوي الشوط الثاني، يعني ما بقاش الدنيا. الشوط الاولاني كانت خطوطنا مفتوحه شويه، ايوه كانوا بيوصلوا المرمى بس ده برضه نتيجه التنظيم الدفاعي الجيد اللي عمله مستر كولر الشوط الثاني. ما هو انا بقول لك مستر كولر واللعيبه النهارده عملوا الشوط الثاني اكتر من ممتاز في الوقفه الدفاعيه وتقفيل مساحات الملعب واللعب بالهجومي بحساب وبعدد كويس في الوقت المناسب، قدر يجيب منهم جنين. فهو تنظيما النهارده وروحا الاهلي متفوق جدا في مجمل اللقاء. انا قلت لك يمكن الشوط الثاني كمان التفوق كان اكتر واضح، لانه انت اللي اديت الاستحواذ لبيراميدز انه يجي نص ملعبك بس مش عارف يخترق، يعني الا في حالات بسيطه غير الشوط الاولاني. فالنهارده اللعيبه يعني معظمها عمل ماتش كويس قوي وروح عاليه جدا، وتلات اهداف على فريق كبير، فريق عنده نجوم من احسن فرق الدوري، فنتيجه كبيره ويستحقوها النهارده. ونتمنى ان الروح، لما احنا بنتكلم احيانا ان في تقصير، احنا نفسنا اديك لعبت مع فرقه تعتبر تقيله جدا من الفرق الدوري، تقيله يعني طبعا هم ونادي الزمالك هم معانا، هم اعلى ثلاث فرق مظبوط. فمع الفرقه الكبيره دي اللي عندها نجوم انت بتقدر تعمل كده وبوضوح في كميه الجري، في الحماس، في التنظيم، في اللعب على المرمى، في الاهداف اللي بتجيبها. فبتيجي احيانا في مباريات، عشان كده الجمهور ساعات احيانا بيزعل او احنا بننتقد شويه او بنزعل إن انت عندك ده، ان عندك كده، وتيجي بتخسر النقط في اوقات مش مستاهله، مش مطلع كل اللي عندك، مش مركز بنفس الدرجه. فالنهارده بنحييهم على كل شيء عملوه، ومن المباريات الحلوه اللي عملها النادي الاهلي، وتلات اهداف حلوين، وكان ممكن في بعض الكرات برضو اللي ضاعت يعني. فمبروك ليهم ومبروك لمستر كولر النهارده، ومبروك لكل الفرقه يعني وجمهورنا طبعا. كابتن عادل الف مبروك، هزيمه ثقيله ولكن يستحقها بيراميدز من النادي الاهلي. احنا اتكلمنا قبل الماتش وقلنا ان بيراميدز احنا اليد العليا عليها الفتره الاولانيه قبل المباراه، وكنا بنتكلم على بدايه النتائج 6-5. فاول ما قلنا على بيراميدز، يعني انا بعتبر فرقه بيراميدز من الفرق اللي لعيبه كويسين ولكن ادائهم مش على قد امكانياتهم. فرقه كويسه قوي، فرقه محتاجه مدرب كويس، ولكن ما عندهمش روح، ما عندهمش عزيمه. اما فرقه النادي الاهلي النهارده فانا عايز اقول لك حاجه، النجم الاول كان الجمهور، النجم الاول بلا منازع الجمهور، النجم الثاني روح حلفة الادم الحمراء. قلنا قبل ما نشتغل، قبل ما نبدا المباراه، قلنا ان اديني روحك بس صح، هتكسب اي حد، اضمن لك المكسب لانك انت افضل من اي حد. اي لعيب في النادي الاهلي مهما كان هو افضل من لعيبه كتير قوي، وبعدين واخد على الضغط ده، وبعدين خد على كل الالتزامات اللي بتبقى موجوده في كره القدم بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بس اطلب منك الروح، بس اديتني الروح النهارده، روح الفالين الحمراء اديتهاني، عمل ايه؟ ماتش اتسهل، انت كسبان بيراميدز من افضل فرق الدوري معاك 3-0 بهدوء. يعني انت على فكره اكتر من مره احنا كنا بنتساءل، يعني هو ليه احنا ما بنكسبش الفرق خمسات وستات وسبعات؟ عارف ليه؟ علشان الحاجه الوحيده اللي انت كنت بتعملها في الوقت ده انك انت دايما ضاغط عليهم، ضاغط عليهم. لا، نهدلنا شويه هتبص تلاقي النتائج هتبقى عاليه، النتائج هتبقى كبيره، فرقه النادي الاهلي هتديك اللي انت عايزه. ولكن خلينا نبقى عاقلين، احنا مشينا كويس، عملنا مباراه هايله، في اكتر من حاجه النهارده اتعوضت، منها عمرو السوليه، ودي حاجه مهمه جدا، مش عشان جاب جونين لعمرو السوليه، روحه وجدعنته وقلبه قفشه النهارده، روحه وجدعنته. محمد هاني، علي معلول، عندك مكاسب كتير النهارده كويس، وفي الاخر انت تستاهل الثلاث نقاط. الحاجه الثانيه النهارده سعادتي انا بقى،
انك انت النهارده هتخوف خصمك. لانه انا بقولها لك ومن هنا وبعلنها من هنا، بقولها لك مكسب تاني مكسب تالت هتلاقي السلسله بتاعت الناحيه التانيه بتكر تاخد الدوري قبلها بثلاث اربع اسابيع ان شاء الله. انا مش مستعجل ومش بقول عشان مكسب النهارده، بس انا بقول لك اديني روحك دي انا هكسب اي حد ان شاء الله باذن الله، واكسب البطوله واكسب البطولات كلها، لان طول عمرنا كده. احنا عارفين يعني روشتة معروفه وباينه وواضحه، اديني روحك هنكسب اي حد في الدنيا كلها. صحيح. طيب نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قبل ما نروح لكابتن بلال نقول نتائج مباراه اليوم. اسوان يهزم قطار الزمالك 2-1، المصري البورسعيد يتغلب على الداخليه 1-0، النادي الاهلي طبعا يكتسح بيراميدز 3-0، وانبي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1. كابتن بلال الف الف مبروك. في السيناريو في الشوط الاول، سيناريو الشوط الثاني، تنبأت ان ممكن نتيجه تكون تقيله على بيراميدز لو النادي الاهلي لعب فعلا بنفس الاسلوب ده. بص يا كابتن، احنا دلوقتي مش هنقول هابي نيو يير، هنقول هابي نيو اهلي. ماتش حلو تمشي. تمشي يا كابتن شريف، تمشي. عجباني بدايه سنه حلوه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الاهلي بالمكسب ده يعني اهدى كل الفرق مكانتها الطبيعيه. يعني عارف انت ساعات كده لما بتكسب بتحط يعني بتدي هديه لكل الفرق، بتقول له طب روح في مكانك الطبيعي وده كمان تروح في مكانه الطبيعي، ويبقى انت كده ايه حاططهم في الاماكن المعتادين عليها تاريخيا. تمام، ودي حاجه بتبقى جميله جدا من صاحب المركز الاول، انه دايما لما بيكسب تمام بيحط الامور في نصابها الطبيعي. الاهلي النهارده بالمكسب الحقيقه حط كل الفرق في مكانها الطبيعي. الاهلي بقى الاول على القمه. مباراه كان فيها تحديات كبيره جدا جدا جدا. تحديات كل الناس كانت منتظره وقوع الاهلي النهارده. كل المنافسين كانوا منتظرين وقوع الاهلي النهارده. تحديات كبيره جدا ومراهنات على النادي الاهلي، ولكن الاهلي دايما موجود في الميعاد، الاهلي دايما بروحه القتاليه العاليه، الاهلي دايما بالطموح الكبير اللي موجود عنده، الاهلي دايما في وقت الصعاب. وكلامنا قبل الاستوديو قلنا انك انت مميزات الاهلي طوال فتره طوال تاريخه الكبير انك لما يبقى عندك تحدي بتبقى قد التحدي. النهارده مباراه الحقيقه من وجهه نظري الشخصيه مباراه رائعه، يعني لما تيجي تدرس الماتش او تحلله بعد 3 4 مباريات انت لعبتها بشكل يعني متوسط او اقل من المتوسط بعد التعادلات، تيجي تقول لما تلعب قدام فرقه زي بيراميدز، فرقه المفترض ان هي فرقه عندها سكواد كبير، فرقه كويسه، وتعمل معاهم الماتش ده، لا يبقى يعني انت في حته ثانيه مختلفه خالص. النهارده انت دوست على فرقه بيراميدز بشكل كبير جدا، النهارده انت حطيت فرقه بيراميدز في مكانها الطبيعي. النهارده نتيجه 3 كان ممكن تخلص، المباراه كان ممكن تخلص 5 وكان ممكن تخلص 6. الشوط الاول كانت المباراه رايحه جايه، ومع ذلك كان عندك هدفين محققين بنسبه 90% لتسجيل اهداف، كره حسين كره شادي حسين اللي من ناحيه اليمين، وكره برده شادي حسين اللي من ناحيه العاليه اللي لعبها بدماغه جنب العارضه، كان ممكن يبقى فيها جول، كان ممكن تكسب، تطلع شوط بالعارضه والكره اللي انفرد بيها متاخر، تطلع كسبان 3 الشوط الاول. الشوط الثاني الحقيقه اصبحت هادي بشكل كويس، تملكت زمام الامور، سيطرت على نص الملعب، بتلعب قدام فرقه اصبحت عشوائيه لان انت اللي خليتها كده. مزبوط. انت اللي خليت فرقة بيراميدز تلعب بعشوائيه الشوط الثاني، انت اللي خليت فرقة بيراميدز يعني يتنازلوا عن الاماكن بتاعتهم، انت اللي خليت فرقة بيراميدز المدير الفني المدير الفني يبقى مشتت مش عارف يعمل ايه. طبعا صح. انت اللي عملت كده لان انت سيطرت الشوط الثاني، سجلت هدف ثاني مبكر برضو، هدف نتيجه برضو لان انت نظمت نفسك بشكل كويس، مفيش هجمات خطر على النادي الاهلي الشوط الثاني لحد ما انت ابتديت، لحد ما سجلت الهدف الثاني كان عندك فرصه ان تسجل الثالث والرابع والخامس، وسجلت الهدف الثالث وكان عندك تسجل اكتر من فرصه، لولا برضو ان انت خد بالك عادتنا مش هنشتريها تضيع الفرص. العاده بتاعت لعبتنا ان هي تضيع الفرص، لكن الحقيقه مباراه النهارده انا بعتبرها هي مباراه النقله بتاعت النادي الاهلي، خلاص اللي هتنقلك في حته ثانيه. النهارده لو هنتكلم على اداء اللاعبين يعني فرد انا برشح حاني ان هو يكون النهارده يعني بعد السوليه او مع السوليه ان هو يبقى مان اوف ذا ماتش. يعني السوليه النهارده سجل هدفين، لكن هاني النهارده اداؤه رائع جدا 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 جدا، عوده رائعه جدا جدا. يعني
لعيب زي هاني النهارده تاني مباراه على التوالي بيسجل بيلعب بشكل خروج اللعيبه طبعا وفرحه جماهير النادي الاهلي. بص واصلين لحد الممر يعني جماهير النادي الاهلي داخله معاهم على الممر نفسها تفرح مع اللعيبه. بقول لك الماتش ده يا كابتن ماتش تحدي. عارف تحدي ليه يا كابتن؟ مش عشان بتلعب بيراميدز ما انت كسبت بيراميدز كده 3 تمام لسه كسبانهم 3 برضه الماتش اللي قبل اللي فات اعتقد يعني تمام. لكن الماتش ده كل الناس كانت منتظره السلسله تكر تعادل سلسله التعادلات. كل الناس ما بتحبش النادي الاهلي طبعا او طبعا انا مش طبعًا. بتكلم على محب أيوه النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي لكن بتكلمك على انك انت الناس كلها كانت منتظره ان الاهلي يقع النهارده. هو ده الوقوق يعني لما تيجي تحسب سيناريوهات الطبيعيه بعد ماتشين تعادل هتقول ان الاهلي النهارده يتعادل ده 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 اكثر يعني اكثر المتفائلين أيوه. تمام لكن انت النهارده بتتحدى كل الناس بتتحدى طبعًا. نفسك طبعًا. بادائك بروحك القتاليه العاليه وده اللي احنا اكدنا عليه النهارده قبل الماتش. قلنا النهارده المدير الفني هيحط الخطه أيه. هيدي الميشنز للعيبه النهارده في الملعب لكن النهارده الروح القتاليه عند مين؟ الاداء الجماعي النهارده عند مين؟ تمام؟ عند اللعيبه داخل الملعب. اللعيبه النهارده اصرار غير عادي تمام؟ تحدي غير طبيعي. النهارده بيكسبوا وبيأدوا بشكل كويس منظمين حتى بعد المكسب صحيح. خد بالك ودي اهم ما ميز النادي الاهلي النهارده في المباراه انك انت بعد ما سجلت الهدف الثاني برضو انت الاكثر تنظيما في الملعب صح. خد بالك مفيش العشوائي مفيش التشتيت مفيش الخروج عن النص مفيش الخروج عن المألوف خد بالك برضو استبقيت نفسك منظم داخل الملعب روحك القتاليه برضو فضلت شغاله النهارده لو انا عايز اقول لك على حاجه احنا بس فرقه النادي الاهلي احنا طيبين شويه يعني مؤدبين مش طيبين مؤدبين بلغه الكوره بص يعني اخر لقطه في الشوط الاولاني كان في لقطه لرمضان صبحي لما دخل في ياسر دي طرد ملهاش حل. بص الحكم هيتكلم يعني عليه كابتن ناصر عباس يعني بس انا هو الحكم طلع ناصر راح مسفر على طول انا مش هتكلم عن ولكن ما خدناش حقنا كامل خلي بالك انا مش هتكلم على التحكيم اتكلم هنشوفها مع كابتن ناصر انا خليني في الفنيات ماشي خليني النهارده في اللي انا في اللي عمله النادي النهارده النادي الاهلي النهارده مع بيراميدز 3-0 صحيح 3 4 اهداف ضايعين يعني قتال في الملعب كل يعني عندك تحديات كبيره جدا كل يعني معظم الكرات المشتركه لعيبه النادي الاهلي النهارده يعني بيراميدز راح الجول راح بقى كره او اثنين اعتقد في كورتين كانوا ده وضع طبيعي يعني وده عادي في كره القدم مش هتسيطر ال 90 دقيقه وانت بتلعب فرقه برده يعني ثالث او رابع اعتقد يا رابع او خامس الدوري اعتقد فرقه بيراميدز انت عشان دوري. كمان تاخد دوري وبطوله لا الامر صعب جدا مش اي حد يا جماعه يقول لك انا عايز اخد بطوله مش اي حد يقول لك انا النادي الاهلي مش اي حد يقول لك انا هكسب دوري عام لا مش اي حد يعمل كده الدوري العام ده له ناس بس انت قلت حاجه في بدايه الاستوديو ان ماتش النهارده لو النادي الاهلي كسب هتبقى انطلاقه قطار الاهلي طبيعي محدش هيقدر يوقف قطار النادي الاهلي عكس لا القطارات الثانيه خد بالك ممكن يكون البنزين ما اعرفش هي بتمشي بالبنزين ولا ما اعرفش بتمشي بيه والله بتمشي بالكهرباء يا كابتن دلوقتي الكهرباء قطع على حسب نوع القطر على حسب نوع القطر على حسب نوع احنا متعودين الاسباني ماشي بيمشي بالكهرباء انت قطارك موصول الحمد لله من اول المحطه لاخر المحطه بس دي انطلاقه هايله للنادي الاهلي ان شاء الله لابد من استغلالها للمباريات اللي جايه شوف يعني انت استرجعت القمه صح استرجعتها خد بالك من استرجعت مزبوط. القمه دي لان مزبوط. انت صاحب القمه انت النادي الاهلي بطل الدوري لسنوات طائله ممكن في السكه كده يعني ايه يعني تدي فرصه للباقيين على التنافس ولكن يبقى الدوري الاهلي هو لقب الدوري العام هو بطوله الاهلي المفضله طبعا يبقى رقم واحد هو الرقم التاريخي للنادي الاهلي رقم اثنين اصحابهم عارفين هم عارفين وانت النهارده هديتهم يعني اديتهم يعني امنيتهم الطبيعيه اللي هو رقم اثنين تدي الرقم الطبيعي بتاعه النهارده برضو عايز اقول لك انك انت عشان تكسب النادي الاهلي في ظروف صعبه تمام ده تحدي كبير مش اي حد يعمله صحيح يعني انت ظروفك صعبه يعني مش ظروفك انت صعبه كنادي اهلي قصدي الظروف اللي بتمر بيها من اصابات وايقافات ولاعيبه مش موجوده ومدير فني بيغير في لعيبه وانت عندك تجديدات وعندك حاجه كتيره جدا الامر صعب جدا فكون ان انت عايز تكسب الاهلي برضو على فكره الامر صعب جدا مش سهل مش سهل تكسب النادي الاهلي في اي وقت مش سهل استحاله الامر يعني محتاج ان انت اللي تبقى سيء مش ان غيرك يبقى كويس النهارده عشان انت كويس فاصبح الخصم بتاعك هو سيء عشان انت كويس عشان انت النهارده اديت فاصبح الخصم بتاعك هو قليل النهارده عشان انت كنت جامد جدا فالخصم بتاعك بان انه هزيل في اوقات كتيره جدا 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 لعيبه النادي الاهلي النهارده شابوه الحقيقه
امكانيات وقدرات عاليه جدا. مدير الفني النهارده عمل يعني عمل مباراه جيده جدا من وجهه نظري، عمل مباراه جيده حتى التغييرات بتاعته يعني برده النهارده احنا كنا دايما بنقوم على المدير الفني ما بتغيرش ليه ما بين الشوطين، النهارده برده غير شريف ما بين الشوطين لانه عارف ان المباراه محتاج بعض السرعات، وان كنت بلوم يعني مش بلوم على شريف بعتب عليه شويه انه لابد ان هو يستغل السرعات بتاعته. شريف راس حربه جيد، امكانياته جيده، انا اتمنى انه يرجع الثقه لنفسه ان هو بيلعب في النادي الاهلي، انت مش محتاج حاجه تانية، انت كفايه انك بتلعب في النادي الاهلي، مش محتاج اي حاجه، مش محتاج اي محفز تاني، مش محتاج اي حد يديك ثقه تانية، طالما انت موجود في النادي الاهلي يبقى لازم يكون يبقى تستغل وجودك جوه النادي الاهلي، لازم يبقى انت اللي تكتسب الثقه من كونك لعيب من لعيبه النادي الاهلي وعمود من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي. صحيح. يعني هاني النهارده رائع جدا 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 الحقيقه، تاني مباراه على التوالي بيقدمها هاني بشكل رائع رائع جدا. سليمان النهارده السوبر ستار بتاع هنتكلم عليهم دول بالذات لانهم من نجوم المباراه فعلا بارقامهم كمان. ديانج والسليمان النهارده صحيح. يعني الحقيقه مباراه رائعه من وجهه نظري، رائعه 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 للاثنين. مدير الفني النهارده لان احنا كنا كان في لغط كتيره جدا على المدير الفني، النهارده المدير الفني بيقدم مباراه حقيقيه. النهارده انت كسبان 1-0 وزي ما احنا متفقين انت بتقلل المساحه اللي بتلعب فيها، بتشتغل مساحه 40 يارده وبتشتغل بيها في الحاله الهجوميه، بتشتغل بيها في الحد الدفاعي، ولما بتيجي عليك لعيبه بيراميدز بتحاول تضغط. فالنهارده الحقيقه كل فرقه النادي المدربين مدرب النادي الاهلي المدير الفني واللعيبه النهارده ادوا اداء رائع جدا. شابوه كمان لجمهور النادي الاهلي اللي من اول ثانيه لاخر ثانيه بيشجع فرقته. صحيح. كان المره اللي فاتت يا جماعه احنا قلنا شفت جمهور النادي الاهلي بيعمل ايه من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره بيشجع بالرغم ان انت كنت متعادل، ده عشان النهارده يعني يلاقي مجهوده ويلاقي تشجيع لفرقته. النهارده مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مره اخرى من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن معكم انتهاء مباراه الاهلي وبيراميدز وفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف نظيفه، الف مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ثلاث نقاط جديده وفوز واداء مستحق ومباراه كبيره جدا، يسعدني يكون معايا عقب انتهاء المباراه كابتن سامي قمصان مدرب عام الفريق، الف مبروك. كان الغياب غاب عننا شويه لكن الحمد لله اجتهدنا وكملنا في شغلنا ونفس الشغل اللي بيحصل في التدريب، والحمد لله ربنا كلم مجهودكم النهارده وفوز ونتيجه واداء اكثر من رائعين. طبعا تحياتي كابتن ايمن طبعا وضيوفه، زي ما انت قلت نتيجه كبيره وببارك طبعا جمهور النادي الاهلي اللي النهارده كان عامل مهم جدا في المكسب النهارده، الحمد لله اللعيبه النهارده جت في المواعيد والحمد لله اداء ونتيجه وسكور، والنهارده بتصدر برضو الثاني الدوري، فالحمد لله من الحاجات الايجابيه اللي احنا الراجل كان يتكلم عليها، واعتقد الحمد لله النتيجه مرضيه، لكن لسه برضو مشوار طويل جدا، ان شاء الله نستعد للمباريات القادمه وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. كابتن سامي يعني من بدايه المباراه وحتى نهايتها هو سيستم لعب واحد متفقين عليه ومحفظين اللعيبه، مع اختلاف النتيجه انتوا بتلعبوا بنفس الطريقه حتى التغييرات بنفس الاداء ما فيش تغيير، والحمد لله ده تكلل بالنجاح والمجهود، يعني اتكلمتوا في ايه مع اللعيبه وايه اللي كنتوا بتشتغلوا عليه الفتره اللي فاتت؟ هو الراجل حضر كويس للمباراه طبعا وشاف مباراه البيراميدز، استعدينا كويس، احترمنا فريق بيراميدز كويس يعني، ولعبنا باسلوب مناسب لينا ولعبتنا، واعتقد الحمد لله النهارده كانت النتيجه والاداء اكبر دليل يعني ان احنا الحمد لله كنا متفوقين النهارده تكتيكيا، والراجل اعتقد لو اشتغل كويس جدا في المباراه وقبل الهدف وبعد الهدف، واعتقد الحمد لله النتيجه الحمد لله ربنا كللها بسكور كبير جدا واداء مميز جدا، واشكر اللعيبه طبعا على المجهود دوت، ولكن زي ما قلت تاني واكرر تاني لسه بدري جدا خطوه، مباراه الدوري صعبه جدا، لازم نستعد لكل مباراه على حده، اعتقد الحمد لله خطوه مهمه بالنسبه لنا نقفلها وان شاء الله ونركز بقى ان شاء الله في المباريات القادمه باذن الله. زي ما حضرتك قلت كل مباراه صعبه، ولكن كمان الفتره دي يعني تقريبا بتلعب اربع مباريات في 10 ايام، فكان ضغط كبير جدا، الحمد لله قدرتوا تعملوا تدوير وفي عدد كبير جدا من اللاعبين، ولكن الحمد لله الاداء ثابت ونفس السيستم اللعب ثابت، يعني كلمنا على الجزئيه. طبعا هي كل فرقه بتلعب في ضغط المباريات ديت يعني، لكن احنا الحمد لله عشان برضو الراجل بيستعد كويس وزي ما انت قلت بيعمل روتيشن كويس للعيبه، وفي اماكن بيتثبت فيها وفي اماكن بتعمل فيها روتيشن، وفيها حاجات غصب عننا طبعا، في اصابات بتبقى غصب عنك بتبقى لازم تغير فيها، لكن في الاخر الحمد لله عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده، عندنا ثقه جدا ان احنا ان شاء الله هنرجع تاني اقوى واقوى. بطوله بالنسبه لنا مهمه جدا 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 يعني، انا عارف اللي هي جمهور النادي الاهلي قد ايه التحدي ده بالنسبه له كبير، وبالنسبه لنا برضو نفس القصه اللي احنا ان شاء الله نرجع بطوله الدوري العام، فده التحدي اللي بالنسبه لنا، وان شاء الله زي ما قلت لك هو قرر تاني مش خطوه خطوه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكللها ان شاء الله بالدوري العام باذن الله. تقريبا يعني ماشيين بنظام الباكج كل اربع مباريات كده شبه بعض شويه، عندك امبي على طول بعدها المصري، سموحه في الكاس بعد
كاس الزمالك في الدوري؟ شايف الاربع مباريات دول او الفتره القادمه ازاي؟ انا افكر في المباراه القادمه بس. مباراه انبي بالنسبه لنا هو التحدي الاكبر، مهمه، مباراه مهمه بالنسبه لنا، اساس نقاط هيبقوا تاكيد لمباراه النهارده. فرقه انبي فرقه طبعا رجع لها كابتن طبعا طلعت يوسف، الناس من المدربين اللي عندها خبرات كبيره جدا في الدوري، يمكن النهارده هم كسبوا برده، فنستعد كويس وان شاء الله نقدر نحسم ان شاء الله المباراه وناخد الثلاث نقاط ونفكر في اللي بعدين ان شاء الله. جمهور الاهلي ما ينفعش نختم غير ما نتكلم عن جمهور الاهلي وعظمته النهارده من اول دقيقه لحد اخر دقيقه وراكم، وكمان ارضيه استاد القاهره والعوده تاني لاستاد القاهره. انت انا قلت لك في البدايه جمهور النادي الاهلي كان بعد ربنا النهارده كان دافع قوي جدا للعيبه، اللعيبه طبعا بتستمتع طبعا وجود الجماهير، زي ما انت قلت ارضيه الملعب مهمه جدا بالنسبه لنا، بتحب تلعب الكره على ارض اللعيبه، بتبقى مستمتعه وهي بتلعب في استاد القاهره، فاعتقد الحمد لله عوامل كتير النهارده ساعدتنا، لكن في الاول والاخر توفيق ربنا كان موجود وده الاهم اللي احنا بنسعى له يعني، ويمكن التوفيق ده بيجي طبعا من اسباب، ومن اسبابها طبعا كبيره طبعا جمهور النادي الاهلي. شكرا كابتن سامي، ودايما موافقين باذن الله. كابتن ايمن دقق اللقاء مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق، الف مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه. كلمه كابتن ايمن اتفضل. جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. واضح طبعا، بص واضح الاتزان حتى في الفرحه على الكابتن سامي قمصان، واضح رضاه طبعا عن الفريق وعن حاله اللعيبه النهارده، قال استعدينا كويس، قرينا كويس الماتش، اللعيبه نفذت في الملعب واللعيبه لازم تاخد حقها. معلش انا طبعا انا بتكلم كواحد من عاشق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي ليها كل التحيه والاحترام والتقدير، وكل اللي بنشوفه من جماهير النادي الاهلي يعني فوق الوصف فوق الخيال، بس احنا متعودين منهم على كده، بس لازم النهارده ندي اللعيبه حقها وندي المدير الفني والجهاز المعاون حقه زياده كمان. كابتن شريف، قبل ما نكمل في تحليلنا الفني، عايزين نتكلم على طبعا كل لعيبه النادي الاهلي نجوم النهارده، ولكن هاخد اتنين من اللعيبه النهارده كانوا مميزين مع بقيه اللعيبه ونشوف ارقامهم، محمد هاني وعمر السوليه اللي خد رجل مباراه اليوم من الملعب. محمد هاني وعمر السوليه، محمد هاني تمريرات صحيحه، ليه هما الاثنين لعبوا 100 دقيقه؟ محمد هاني تمريرات صحيحه 37 من 47، تمريرات بينيه 3، عرضيات صحيحه 3 من 4، قطع التمريرات 3، استخلاص الكره 6 مرات. عمرو السوليه رجل المباراه اليوم لعب برضو 100 دقيقه، عنده محاولتين على المرمى والمحاولتين اتحققوا بنسبه 100%، احرز هدفين. تمريرات صحيحه 29 من 39، قطع تمريرات 2، استخلاص الكره 4 مرات. الارقام كابتن شريف توضح فعلا ان محمد هاني وعمرو السوليه كانوا النهارده من نجوم المباراه. نضيف عليهم لعيبه كتيره كمان طبعا، بنفس الاداء وبنفس الاحصائيات طبعا. يعني احنا بنشوف الحكايه دلوقتي كمجمل ومن فوق بقى خلاص، يعني اتفرجنا على المباراه كنا مشدودين وكنا بنتمنى اشياء كتيره حقيقه، زي ما انت بتتكلم كده كان في روح في اللعيبه، مش عارفين نختار مين ولا مين الحقيقه. مظبوط، من التركيز، من مسؤوليه، اللعيبه كلهم انا قلت لهم النهارده تنبسطوا، بسطونا لازم تنبسطوا، الحمد لله صحيح. فمحمد عبد المنعم حقيقة النهارده هو وياسر عاملين ما شاء الله هارموني مع بعض، وقد ايه الكرة لما بتتقطع او الكرة بتيجي ساعات بتبقى فيه كرة غصب عنك في المباراة، قد ايه هم بيشيلوها عن بعض، بيشيلوا مسؤولية الكرة، بيكملوا الحكاية، مش عيب خالص لما كرة تجيلك وفي واحد في دارك تعملها كورنر بدماغك زي محمد هاني ما تصرف، مش عيب خالص، انت اهم حاجة انك تلعب سيفتي، تبقى مفيش حاجة بتهددك. الانتشار في الملعب كله والتركيز أصفر عن 3 أهداف كانوا مفروض يبقوا 6 أو 7. صحيح. مش معنى إن شادي حسين النهارده أضاع كذا فرصة، ولكن كان موجود في ال 18. كان عنده سرعة. وكان خطر على المرمى. وكان عنده وجود، وكان عنده تحركات. زي ما قلنا المدير الفني النهارده عنده مكاسب كتير جدا. مكاسب انه يتعرف بقى على حاجه هو بيدور عليها. يتعرف على
حسين الشحات مثلا تعرف بجد بقى في مباراه كبيره زي دي يعني أي. يتعرف على احمد عبد القادر لما نزل والسبرنت اللي بيعمله ده كله عنده كويس. كريم فؤاد لما لعب في الفتره اللي لعب فيها ورا محمد هاني في وقت الاثنين بيلعبوا كوره مع بعض ادام بتمسك كوره وبتعرف تلعب وبتلاقي لعيب وتديله والهات وخد والجمل والحاجات دي بتدي ثقه للاندفاع للامام. قد ايه النهارده كل اللي حصل ده ادى الروح لسولية انه يصوب تصويبه زي دي يعني واخد القرار يعني انت فاهم يعني ايه انا شوط من المسافه دي بالقوه دي ها والكره تيجي بالحلاوه دي يعني. بس انا عايز برضو ادي الشناوي حقه. محمد الشناوي شال كوره اصعب منها بعد الجول مباشره نفس الكوره بكل براعه واقتدار. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بتاعت رمضان صبحي اه اللي هو خدها هاف فولي بالظبط الحقيقه ملعوبه كويس وهو رؤيته ليها كويس ورد فعله كان التعامل معاها كويس قوي. ده غير بقى ال 30 ضربه ثابته اللي طلعهم على طول ما بينظف مظبوط ينظف المنطقه بتاعته على طول. ما هم النهارده اللعيبه كويس في حاجات قبل كده حصلت اكيد بيتفرجوا على نفسهم اكيد قبل كده الماتشات اللي فاتت كان في ارهاق كان في عدم تركيز كان في حاجات كتير قوي فما كانش هنكرر اي حاجه بتحصل من المباريات اللي فاتت. النهارده ما فيش تعويض النهارده لازم انت يبقى كان ليك سبق التهديف سبق في الفوز لما بتجيب جول طول عمرنا بنتكلم هنا في الاستوديو كلنا يا بلال نجيب جول صحيح. لازم نجيب التاني صح. لازم تغطي التاني يجيب التالت خلاص وبعدين بيولد ايه بقى انا كلاعب بمسك الكره بلعب بثقه بلعب بهدوء اللي انا بدور عليه اللعيبه كلها بتشوف بعض مفيش سربعه على ان احنا نروح نجيب جول بقى ازاي الخطوط بتطلع كلها مع بعض كانت من على الاطراف او من النص الملعب او من اي مكان تحركات محمد شريف النهارده نزل ما حدش حس يعني لا 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 ده جري يمين وشمال وخد كل الكور العاليه هو وحسين الشحات ده انا شايفهم وحسيتهم وعددهم ها ده معنى انك انت بتطلع تكف وتاخد الكوره من الديفندر دي في حد ذاتها خطوره بتجيب بقيه فرقتك اللي لسه ما انضمتش بقيه الملعب او نص ملعبك. الكلام اللي بيقوله عادل واسامه انك انت وبلال تعملوا الملعب واحده واحده مضغوط كله ما يقدرش تعمل عليك مساحات او سبيس او عبد الله السعيد يستلم براحته استلمش براحته وفعلا لما بيستلم كره جات له راح عاملها ثرو بس في اول شوط ها ولكن هم اختفوا تماما الشوط الثاني لا خلاص بقى ما انت قطار الروح اللي انت بتتكلم عنه ده لغى كل حاجه صحيح وبعدين بيضعف نفس المنافس بتاعك بيخليه مظبوط خلاص بقى الفرقه دي فايقه النهارده وشايفه كل حاجه وبيعملوا كل حاجه صح وبيجيبوا جوال الله 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 ما بيقدرش يكمل الاداء السهل وبيحصل عشوائيه وبيحصل التسربع عنده يعني السربع عنده هو مش عند انا بقى انا عندي اللي ازاي ده احنا في نص في منطقه جزائنا وبنستلم على صدرنا كويس قوي وراح عاملين الباص وال1 2 وينزل واحد نص الملعب اديله الكره ما بقلقش واطلع الطرف اليمين كره الفرق الكبار كره الاهلي معهوده فيها اللي احنا تيشيرت الاحمر عشان كده الجماهير النهارده اكيد قاعده في المدرجات مش سعيده بس بالفوز سعيده بكل حاجه ده الاداء يا ايمن والفوز ده اللي انت كنت بتدور عليه الاداء والنتيجه ان شاء الله تكمل على كده ودايما بقول يا رب احفظ لعيبه النادي الاهلي من الاصابات ان دي الحاجه الوحيده العائق اللي بتبقى قدامنا يحفظنا يا رب ويحفظ اللعيبه دي من الاصابات. بمناسبه الاصابات يا ريت الاعداد يطمنا على كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم. فمن نصر لنصر ان شاء الله من اداء لاداء من روح لروح ونمسك بقى رب يعني دايما الدنيا الخبراء يقولوا لنا ايه؟ اللي بيجي له نجاح يمسك فيه. وفي حاجه برضو خلي بالك. اتفضل. يمكن احنا كنا فارقين باربع نقاط. وبعدين بسبب برضو يعني مباراتين بعدنا والفارق اصبح اهداف بيننا وبين الخصم. رجعت تاني للقمه منفرده. اعتقد الرجوع ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي مش هينزل على القمه مره اخرى. مباراه كمان يا ايمن بثلاث اهداف. اه هتخلص حاجات كده. تبقى انت بقى اهداف ونقاط وزي ما قلت لك قبل المباراه انا النادي الاهلي ما ببصش ورايا. بالظبط. ببص لنفسي بس. صحيح. بص المباراة الجاية انا ماليش دعوة اي حد ورايا انت عارف فيوتشر لو كسب الماتش بتاع بكرة يبقى في المركز التاني يبقى في المركز بس التاني. انا ماليش دعوة بالتاني والتالت احنا لينا انا بقول لك على حاجة يعني انا ماليش دعوة بالظبط انا القطر بتاعي ماشي الحمد لله
نمشي نمشي ونشوف حياتنا فيها ايه، تركيزنا فيه ايه، وفوزنا. وزي ما كان عادل بيقول لي حاجه عجبتني مثلا، ماليش دعوه بكاس العالم للانديه، ليه دعوه باربع ماتشات اللي جايين. بص ماتش انا ليه ماتش ماتش، انا بلعب ثلاث نقاط ثلاث نقاط ثلاث نقاط ليه؟ لان يا بلال البطوله دي عزيزه علينا، وحاسين ان احنا اكبر نادي في العالم، يمكن من اكبر انديه العالم خدت بطوله الدوري دي، 42 بطوله ما شاء الله. فباذن الله البطوله دي محببه لجماهير النادي الاهلي، ومحببه عندنا احنا كمان، وفي الملعب باذن الله، في الملعب الاهلي باذن الله باذن الله يعني. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، من وجهه نظر فنيه بقى، اسباب تفوق كولر النهارده على تاكس؟ نمره واحد التنظيم الجيد جدا. التنظيم كان هايل النهارده، والتغيير من انك انت ابتديت الشوط الاولاني بتضغط، لان هما بيخطئوا في التلت الاخير، لان هو بيلعب تملي من تحت، وقدرت تجيب جون، ثم رجعت لمناطق الدفاع بتاعتك. والشوط الثاني الثغرات اللي كانت عندك وعامله خلل شويه في الوصول لمحمد الشناوي قدر يحلها، قفلتها كويس قوي، وبتلعب بدون استعجال. فالتنظيم كان جيد جدا، دي نمره واحد. ده فكر مدرب. طبعا، ورؤيه وبيدير، فكر مدرب ورؤيه وشغل لعيبه يعني. يعني المدرب بيحط الـ 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 الاسلوب بتاعه والخطه بتاعته والشغل اللي المفروض اللعيبه تشتغله، واللي بينجحه برضو ان اللعيبه النهارده كانت في حاله جيده. ناس كتير كانوا في حاله جيده. لا قصدي على اللي حصل الشوط الثاني، وان هو قفل طبعا طبعا، ده تعليمات مدرب، ده شغل مدرب. انت شايف علي معلول، شايف حاجات الشوط الاول، علي معلول وهاني الشوط الثاني تقريبا تقريبا بيلعبوا كسرد باكين جوه شويه، مظبوط، يعني مش باكين على الطرف. أيوه، بيلعبوا لجوه شويه. أيوه، وبيلعب حسين الشحات لما نزل، وكان برونو سابيو بينزلوا على الاطراف، مزبوط، يبقوا اكنهم سته ثلاثه واحد. طبعا شغل مدير فني وتنظيم وتنفيذ جيد من اللاعبين. فالتنظيم النهارده كان هايل، ده نمره واحد. الروح كانت عاليه جدا، والاصرار كان في اصرار على المكسب. يعني في ماتشات ثانيه ما كنتش بتحس بالتصميم والاصرار ده. عايزين نكسب بس يعني بالبق كده، مش بالفعل. النهارده بالفعل قلت لك، حتى اللعيبه اللي كان ادائها فنيا اقل من بعض اللاعبين الاخرين، لا باين ان في روح عاليه، ان عايزين يكسبوا، باين ان بيحاولوا، باين ان كميات جري احسن من ماتشات تانية. فالتنظيم الجيد، الروح العاليه، استغلال الفرص، لان انت صحيح ضيعت بعض الفرص، ولكن انت لما بتلعب فرقه زي بيراميدز، انك تجيب فيهم، انت مثلا جالك ست فرص جبت منهم ثلاثه، ماشي، حلو جدا، مظبوط، يعني برضو تعتبر نتيجه كبيره، مش كويس. نتيجه فانت استغليت الفرص، وفي نفس الوقت حافظت على نظافه شباكك. ما طبعا، ما هو انا بقول لك التنظيم الجيد في النواحي الدفاعيه وبالذات في الشوط الثاني يأست شويه فرقه بيراميدز، تحس انه مع الوقت بيمر ما بقاش عندهم احساس ان هم ممكن يرجعوا في النتيجه او يجيبوا جون او يقربوا الموضوع. يعني تحس انه حصل هبوط من الاصرار بتاعك انت والتنظيم الجاي، مظبوط. فكل العوامل ديت فرقت. ثانيا التغييرات اللي حصلت في توقيتات مناسبه، يعني انت نزلت شريف عشان سريع جدا، وانت هتلعب لتحت لنص ملعبك، فعايز حد بسرعات كبيره. وخلي بالك تغيير شريف كان من بدايه الشوط الثاني، دي ما كانش بيعملها دايما. أيوة، ما بيعملش بطريقه يعني او كتير يعني. يعني من الحاجات، من المرات القليله اللي مستر كولر غير فيها بين الشوطين. بالظبط. شريف لما جه كريم فؤاد اتصاب، نزلت حسين الشحات، وانا احنا قلنا محمد هاني ومعلول لما انت اتكلمت عليهم، وشريف اضاف لعيبه ثانيه كتير، وانا بقول خط الظهر تحديدا كمان اكتر، والسوليه، انا تحيه خاصه لحسين الشحات. صح. لان حسين الشحات خد فترات كتيره الناس كانت بتلومه، والناس كانت مستنيه منه كتير، واحنا كنا مستنيين منه كتير. بامانه بقاله
ثلاث أو أربع مباريات سواء لما بيبتدي أو لما ينزل بديل عامل حركة وشغل ناحية الجانب اليمين، سواء كمية الجري اللي بيعملها، سواء أنه بيلعب على الجون، سواء كرات عرضية. يعني في النهارده شفناه بيلعب ظهير ايمن وفي نفس الوقت بينقل نفسه يبقى جناح ايمن. ايوه، لانه زي ما انا قلت لك انه مستر كولر واضح انه اي علي معلول وهاني يضموا للعمق، يقفلوا العمق في حاله الدفاع، ويبتدي حسين يلعب كظهير ايمن وبرونو ينزل في الجنب الثاني، يبقوا سته ورا. فبيضطر انك او مش بتضطر، هو ده اسلوب لعب. لما بتستحوذ انت على الكوره انت محتاج ان حسين يبقى في الثلث الاخير من ملعب بيراميدز. فبصراحه عامل يعني ايه، يعني اي حد يلاحظ ان هو متغير. فنتمنى ان هو يستمر على كده، لانه فتره كان بعد كتير، يعني بعد شويه عن انه يبقى موجود كاساسي او حتى كبديل، وابتدى الناس تتكلم كتير. لكن بقاله 3 4 ماتشات سواء بدايه او تغيير عامل حركه وعامل نشاط وعامل خطوره من الجنب اللي شغال فيه. حتى الماتش اللي فات لما كان بديل، ما كان مبتدي المباراه، حتى احنا استغربنا ان هو اتغير، ولكن برضو من الناس اللي اجادت النهارده. ففي عوامل كتيره النهارده ساعدت اسباب التفوق طبعا. وتاني نقول جماهيرنا اللي هي بتآزر من اول دقيقه لغايه اخر ثانيه، مهما كانت ظروفك، مهما كنت متاخر، مهما كنت كسبان واحد، مهما كنت مديه تملي حماس وطاقه للعيبه، يعني مستنفره اللعيبه ده مال. في عوامل كتيره النهارده كسبتها انت. فنتمنى انه ده يكون الاداء اللي اللعيبه تفضل عليه، والروح اللي اللعيبه تفضل عليه، لانه المشوار طويل ومعاك منافسين اقوياء، فالموضوع مش محتاج يعني دلع او هزار يعني. صحيح. فبالتوفيق يعني ان شاء الله. طيب نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Wir freuen uns mal grundsätzlich über den Sieg. Wir gehen بالمكسب النهارده. Ich denke, wir haben heute ein sehr diszipliniertes Spiel gezeigt. احنا ورينا ماتش كنا منظمين جدا، واظهرنا فريق منظم جدا النهارده. Und wir wussten, dass Pyramids eine gute Mannschaft hat, dass die gut spielen können. واحنا عارفين ان فرقه بيراميدز فرقه كويسه جدا وعندها لعيبه كويسه قوي على اعلى مستوى. Und es ist an uns sicher entgegengekommen, dass wir 1-0 mit einem herrlichen Schuss von Zlay in Führung gehen konnten. وطبعا احنا كنا نستحق ان احنا تقدمنا في النتيجه بشوطه رائعه جدا من عمرو السوليه. So konnten wir eher ein bisschen defensiver spielen und sie anrennen lassen und dann. وده كنا مخططين له ان احنا نبدا نجيب جون في البدايه، وبعدين نبدا ان احنا ننظم نفسنا اقوى جدا دفاعيا، نقفل المساحات ونخليهم هم اللي يقعدوا يجروا ورا الكوره ونرهقهم طول المباراه. Und ich denke, wir haben dann in der zweiten Halbzeit noch bewusster verteidigt, noch enger gestanden und so dann den einen oder anderen Konter ausführen können. وقدرنا ان احنا في الشوط الثاني كمان اتحسننا، كنا اكثر صلابه، كنا منظمين اكتر كمان، المساحات بتاعتنا كنا مقفلينها تماما، ما سمحناش باي فرص علينا، وقدرنا ان احنا نستغل الهجمات المرتده زي ما احنا كنا مخططين بالظبط. Und ich denke, das ist wichtig auch für die Spieler zu wissen, dass wir auf der einen Seite noch vorne spielen können, aber dass wir auch bewusst und in der Gruppe gut verteidigen können. وده كان مباراة مهمة جدا عشان اللعيبة تدرك ان فريق كبير مش بس بيلعب لقدام، وده اللي احنا عايزينه وندور عليه، لكن كمان يعرف ازاي يقف، ازاي يدافع، ازاي يقفل مساحات، وازاي ما يستقبلش اهداف. دي سمات الفرق الكبيرة، وده احنا اظهرناه النهارده الحمد لله. Ich glaube, du liegst für den Sieg heute. Das war ein wichtiger Sieg gegen eine ganz schwierige Mannschaft, wie Sie gesagt haben. Nachdem Sie dann Tor geschossen hatten, haben Sie den Ball gelassen für Pyramids. Und der Ali hat gelitten in der ersten Halbzeit, dass er dann rausgeht aus seiner Hälfte und Konter spielen kann. Und dann haben wir dann einen Wechsel dann gesehen dann in der Halbzeit. Dann, und sie machen das regelmäßig nicht.
wie ich rief für Shadi. Und dann hat man gesehen, dass die Ahli sah viel besser aus dann in der offensiven Teil und hatte dann viel mehr vorne gezeigt. Hat das gezeigt, dann, wie wichtig dann ein Stürmer dann für Ahli ist und dass die Bewegung von einem Stürmer wichtig ist für eine große Mannschaft wie Ahli. Ja, also auf der einen Seite war Shadi war angeschlagen, also darum haben wir den Wechsel gemacht. Und Sheriff hat das dann nachher gut gemacht, weil wir haben die zwei Innenverteidiger stehen lassen, haben dann den Siebener, den Sechser eigentlich gut abgedeckt und das hat Sheriff gut gemacht, hat defensiv da gut zugestellt, aber auch nach vorne auch immer wieder für Entlastung gesorgt. Und wenn ich schon drin habe, Shadi ممكن يكون مش قادر شوية فعشان كده أخذت التغيير وبصراحة شريف كان على قد الحدث وفعلا لعب زي ما أنا كنت عايز بالظبط كان بيساعد في العملية الدفاعية كمان كويس جدا وكان بينزل يمسك نمرة 7 عندهم دي كانت واجباته وأنا مديها له ولما اتشل نمرة 7 عندهم عن طريق شريف هم خطورتهم انتهت تماما في الشوط الثاني وفي نفس الوقت شريف كان بيتحرك كمان في ظهر المدافعين كويس قوي وقدر إن هو يساعدنا في إن احنا نخلق هجمات مرتدة سريعة كنا ممكن نجيب أجوان أكتر من كده كمان هل نقدر نعتبر الماتش النهارده بدايه لتثبيت التشكيل خاصه ان هو مستر الكره كان بيؤخذ عليه عدم ثبات التشكيل في المباراه السابقه؟ السؤال الثاني هل مستر الكره معلش سؤال يعني هل مستر الكره المباراه القادمه ان شاء الله هيعرف سبب القاهره خاصه ان هو ابدا تفاؤله او يعني اعجابه بارضيه الملعب؟ دي اسف حاجه لازم يبقى دين Willst du dann in der nächsten Zeit dann die Startelf befestigen? Das heißt dann kein Rotation mehr machen dann und ein bisschen mit diesen Startelf bleiben und dann mit der Rotation aufhören dann, weil wir haben schon gesehen in letzter Zeit, dass sie so viel Wechsel in der Mannschaft machen und sie haben jetzt nicht so viel Wechsel gemacht. Haben sie das gemerkt, dass es besser ist für die Mannschaft? Die zweite Frage ist, über die Kairo-Stadion. Denken Sie dann, Sie wollen hier dann länger bleiben? Dann, Sie haben letztes Mal schon gesagt, dass Sie besser hier Fußball spielen können. Ist es so, dass Sie hier immer bleiben wollen? معلش عشان في ناس علقت على الموضوع ده الناس ما بتسمعش الأسئلة في أحيانا في التلفزيون فالسؤال الأول باختصار كان عن ثبات التشكيل وهل مستر كولر هيثبت التشكيل الفترة الجاية خصوصا ان هو كان بيبقى فيه عملية تدوير كتير الفترة اللي فاتت والسؤال الثاني عن استاد القاهرة وهل مستر كولر لأنه أبدى إعجابه باستاد القاهرة عايز يقعد يلعب الماتشات الجاية كلها فيه عشان دي فراجن بيدهولت فالزبور شون بشفير also einige Fans haben beschwert dass die Fragen die hören die Fragen nicht im Fernsehen Gute Startelf, also wir haben jetzt heute haben wir nicht viele Wechsel gehabt, zwei haben wir gemacht und es ist natürlich auch die Intensität der Spieler. Wir haben jetzt mit Karim vielleicht auch nochmals einen Verletzten und das ist dann auch nicht optimal und wenn immer die gleichen viel spielen und so intensive Spiele haben, dann ist halt einfach auch die Gefahr, dass man müde wird, dass man dann auch Verletzungsgefahr größer wird und so kann ich jetzt noch nicht sagen, ob wir wieder mit den gleichen beginnen werden oder ob ich da noch zwei, drei Auswechslungen machen werde. التدوير بيبقى الغرض منه راحة اللعيبة مع الماتشات المتلاحقة اللي احنا بنلعبها عشان انا عايز احافظ على الفرقة قدر الامكان احنا شفنا النهاردة كمان كريم غالبا اتصاب ما نعرفش هيحصل ايه فبنضطر ان احنا نعمل تغيير عشان نقدر ان احنا نستمر باللعيبة ما يحصلش اي اصابات لان مع ضغط الماتشات وفي نفس الوقت مع الكرة اللي احنا بنلعبها اللي فيها ضغط عالي فيها جري كتير ممكن يحصل ده يسبب اصابات كتير فعشان كده بنحاول نحافظ على اللعيبه عشان كده بحاول اغير لكن انا ما اقدرش اقول لحضرتك الماتش الجاي انا هثبت التشكيل ولا هلعب نفس الناس ولا هغير ما اقدرش اعرف ما اقدرش اقول لك دلوقتي Ich denke zum Platz, das ist der beste Platz in ganz Ägypten. Und ich war noch nicht in allen Stadien, aber ich glaube, das ist ein hervorragender Platz. Und wenn das möglich ist oder wenn das der Vorstand möglich macht, dass das geht, klar, ich als Trainer suche immer das Beste, versuche das Optimale auch für die Spieler zu bekommen und das ist sicher hier ein Platz, den wir alle gerne mögen zum Spielen. أعتقد أن استاد القاهرة يعتبر من أفضل ما كانش أفضل ملعب في مصر كلها. أنا طبعاً لسه ما شفتش كل الملاعب في مصر لكن أعتقد أن ده هتبقى أفضل ملعب وبالتأكيد أتمنى أن أنا أقعد على الملعب ده كتير وأتمنى ألعب كل ماتشاتي عليه
وان شاء الله الاداره هتساعدني، وهم وعدوني ان هم ان شاء الله هيحاولوا يبذلوا كل شيء عشان خاطر نلعب اغلب ماتشاتنا على استاد القاهره، لان اي مدرب عايز يساعد بقى. انا عايز اساعد لاعبتي، عايز اساعد لاعبتي ان هم يقدموا احسن كوره، واستاد القاهره هو افضل ملعب لاعبتي تقدر تلعب عليه، وانا بدعمهم بالملعب ده. فانا طبعا اي مدرب يحلم ان هو يلعب على استاد بالعظمه دي كل مباراه، وان شاء الله ده يتحقق. سؤال اتفضل. فوزها على الزمالك، كل الاختبارات الصعبه اللي اتحطيت فيها، دي هامدن زمالك بزيك، دي هامدن بيراميدز بزيك، دي شفيرجستن سبيله هامن سي فيكليش جوت تانن بيراميدز und Zamalek. Und sie haben dann nicht nur dann auch einen einfachen Sieg, sondern auch einen großen Sieg. Dann gibt das dann Vertrauen an die Mannschaft, dass sie weiterarbeiten, mit ihren Ideen weiterentwickeln? Ja, absolut. Das ist, also Siege sind das Wichtigste. Wenn man gewinnt, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass das nicht so schlecht ist, was man erzählt. Und die Spieler hören zu, wollen sich weiterentwickeln, setzen es um. Und wenn wir dann eben so einen Sieg herstellen können, dann ist das fürs Gesamte extrem wichtiger. السؤال كان بخصوص ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب ماتشين صعبين، الاختبارات الصعبه كلها بيراميدز والزمالك قدر الاهلي يعديها، فهل ده بيدي ثقه للفريق؟ هو بيقول طبعا اكيد. الاهم حاجه المكسب، المكسب بيساعدك ان انت تقدم، ان انت تتحسن، بيبقى رساله قويه للعيبه ان الافكار اللي احنا بنقولها افكار صح، ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. المكسب بيديك دايما ان انت ماشي على الطريق الصحيح. واللعيبه انا ما اقدرش انكر اللعيبه بتحاول تطبق كل فكري في كل مباراه، بيبذلوا مجهود كبير جدا في التدريب في كل وقت ان هم يطبقوا كل حاجه. اكيد المكسب كويس، مكسب حلو، المكسب بيساعدنا كمان ان احنا نطبق اكتر ونتحسن اكتر. طول ما احنا بنكسب بيبقى طبعا الشغل باريحيه اكتر، وبيطور نقدر نطور اكتر واكتر. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا طبعا مستر كولر، وفي المؤتمر طبعا هو اعرب عن سعادته بالمكسب الكبير اللي حصل النهارده، وقال ان فريق بيراميدز فريق جيد، عنده لعيبه على اعلى مستوى، واحنا كان هدفنا في البدايه ان احنا نجيب هدف، وده اللي اتحقق فعلا من تسديده عمرو السوليه. وقال بالظبط ان احنا كنا من ضمن خططنا ان احنا نجيب هدف ونحافظ عليه ونبدا نقفل الجيم الشوط الثاني ونلعب على المرتدات في المساحات، وده ما تحقق فعلا لنا. اتكلم كلام تاني على تغيير شادي، وقال ان انا شعرت بعدم قدرته على تكمله المباراه نتيجه الجهد المبذول منه الشوط الاولاني، عشان كده انا نزلت محمد شريف، ومحمد شريف كان عند حسن الظن ونفذ الاوامر بكل دقه. اتكلم على التدوير، وقال التدوير هدفه إراحة اللاعبين في الفترة الصعبة اللي احنا بنلعب فيها ماتشات كل 3 و 4 ايام، علشان يبقى في جاهزية لكل لاعبين الفترة اللي جاية ويقدروا يكملوا معانا الفترة اللي جاية. مستر كورال قال كمان ان استاد القاهرة من افضل الملاعب في مصر، و أتمنى إقامة المباريات المقبلة كلها عليه. وبيتكلم طبعا على طبيعة الأرض، على وسع الملعب. أحيانا، ودي ما ياخدش باله منها غير برضو طبعا الناس اللي عارفة في الكورة كويس، أو اللعيبة أو المديرين الفنيين، ضيق الملعب أحيانا بيفرق مع الفريق الأقل منك في المستوى عنك. ودي يمكن قالها نجومنا قبل كده، وقالوا اللعب في استاد القاهرة هيبقى أفضل كتير، اللعب في ملعب واسع هيفيد النادي الأهلي مش هيضر النادي الأهلي، اللعب لما بيلعب في ملاعب ضيقة بيبقى يعني نقدر نقول إن الفوارق بتقل شوية، الفرقة الصغيرة بتخش معاك في الجيم، الملعب الصغير بيخدمها شوية، إنما استاد القاهرة طول عمرنا لعيبة النادي الأهلي لأنهم عندهم مهارات، عندهم كفاءات، إمكانياتهم الفنية، التاكتكس اللي بيعمله المدير الفني الافضل، الملاعب الواسعه اللي هي زي استاد القاهره بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. وده اللي اتكلم عنه مستر كولر. الفتره اللي جايه قال فتره صعبه محتاجه جاهزيه جميع اللعيبه، عشان كده
هو بيعمل عمليه التدوير، هو بيفكر طبعا في الماتشات اللي موجوده دلوقتي، ولكن بيفكر في الفتره اللي جايه كمان، لانها فتره صعبه جدا. لو احنا جبنا لحضراتكم شهر يناير بنتكلم على 6-7 مباريات تقريبا، يعني بتلعب كل 3 ايام مباراه. وبعدين نتمنى طبعا ماتش يوم 29 اللي هو مع الحرس ده يتاجل، لان انت عندك ماتش يوم 1، خلي بالك بقى انت هتسافر من قبلها، وعندك ماتش يوم 1 بدايه مبارياتك مع اوكلاند بطل نيوزيلاند في كاس العالم للانديه. فالفتره دي هو مستر كولر صاحب فكر، يعني في ناس بتهاجم ولكن هي مش عارفه الراجل بيفكر في ايه بالظبط. هو كل مؤتمر بيتكلم عن الحاجات اللي هو رؤيته الفتره دي والفتره اللي جايه، واللعيبه هم اللي بينفذوا في الملعب. هو النهارده اتكلم عن اللعيبه بصراحه وده حقها كويس قوي قوي قوي، واحنا كمان اتكلمنا عن اللعيبه. احيانا بيبقى في نقد للعيبه وبس، لما يبقى فيه اداء مشرف وجهد مبذول ونتيجه كويسه كمان النهارده، لا بصراحه مباراه من افضل المباريات للنادي الاهلي الفتره الاخيره، وفوز مستحق فعلا. كابتن عادل، سمعت مستر كولر، ويمكن يتكلم على بعض النقاط اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده. وعقب على شويه حاجات كده اقول لك. اتفضل. اول حاجه، ليه يمكن اتكلمنا على موضوع الاستاد القاهره ده قبلها، قبل ما نسمع منه كمان في المؤتمر اللي قبل ده. ليه الامر ده؟ علشان عشان بس الناس تفهم، اللي بيتكلم على استاد القاهره افضل من الملاعب الاخرى. في الملاعب في مقاسات مظبوطه، انت بتاخد الحد الادنى مزبوطة. والحد الاقصى. انت استاد القاهره ده الحد الاقصى، صح؟ الفرق اللي بتيجي تلعبك زون وتلعب ديفنس وكده بتبقى الملعب بالنسبه لهم ملعب السلام، بيبقى ضيق يساعده في الناحيه الدفاعيه، فبتبص تلاقيه واقف في مكانه ممكن يقفل 2-3 لعيبه يقفلوا منطقه. لكن في استاد القاهره ليها مساحات، وانت تقدر تضربها كويس وتقدر تشتغل بيها كويس وتقدر توسع مساحتك وتضيق مساحتك. الحاجه الثانيه اللي قالها على اللاعبين يا كابتن ايمن، وممكن تكلمني على واحده واحده يعني ممكن يعني هو اتكلم كمان على ان اللعيبه على التغيير اللي غيره، اتكلم على تغيير على تغيير الاولاني شادي. شوف، عايز اقول لك حاجه، يمكن من اهم اسباب النهارده الاداء الكويس المميز، عارف ايه؟ انه كان في اضيق الحدود في التغيير اللعيب. احنا كنا بقالنا 5 ماتشات او 4 ماتشات كنا بتبص تلاقي في 6 لعيبه متغيرين، المره دي 2 لعيبه فقط لا غير من مباراه الاخيره السيراميكا اللي تعادلنا فيها، مغير 2 لعيبه بس. الحته الثانيه المهمه اللي اتكلم فيها حته التدوير، انا ما بسمهاش تدوير في نص التلت، في التلت الاولاني من السنه مفيش حاجه ما بيبقاش اسمها تدوير، اسمها تحضير. انت بتحضر عدد كبير من اللعيبه بدنيا وليس تدوير. التدوير بيبقى اخر تلت في السنه اللي انت بتدور ما بين لعيب مجهد ولعيب اقل اجهادا لعيب، لكن انت هو بيعمل حاجه كويسه قوي، هو يعني يمكن الترجمه بتاعتها اللي هي التدوير، هو تجهيز. هو عاوز يقول وقالها قبل كده في المؤتمر اللي قبل كده، انه عاوز يوسع دايرة اللعيبة اللي تبقى موجودة بتدير مع المباريات القادمة، لأنك عندك قوة في المباريات القادمة. أنت لعبت النهاردة فرقة تقدر تقول عليها فرقة كويسة، بقوتك أنت خليتها تبقى متواضعة، بروحك أنت خليت روحهم تبقى أقل منك، فأنت عاوز تلعب كل المباريات القادمة بنفس الشكل. بس نتكلم على حتة بقى فنية شوية يا كابتن. في مباراة النهاردة اتكلمنا وقلنا بداية الراجل اتفرج على فرقه بيراميدز كويس وحد الله كويس ازاي. يمكن احنا قلنا قبليها انه هيلعب مفتوح شويه، اللي هو مش هيخليهم زي المباراه اللي كنا بنلعب بيها بيراميدز في مباراتين، كان مباراه مع سامي قمصان ساعتها ولعبنا زون ديفنس وبعدين كسبنا بالهجمات المرتده. المباراه اللي فات اللي بعديها هم كسبوك عملوا لك الزون ديفنس. النهارده انا شفت ان هو هيعمل ضغط امامي من اول ثانيه. انت خلصت المباراه في اول شوط السوليه، ليه؟ لانك انت ضغطت عليهم وعملت عليهم بريس على اعلى مستوى. هم كانوا متخيلين بالسلسله بتاعت الاربع لاعبين رمضان صبحي اسلام عيسى عبد الله سعيد مصطفى فتحي لما يبقى قدام ولقاي
هيحصل ايه؟ خمس لعيبه، يبقى انت كنادي اهلي هتخلي ست لعيبه غصب عنك. ايوه. وهتقلل الحته الهجوميه وحته نص الملعب، انت عملت ايه؟ بالعكس، انت اللي عكست، انت اللي ضغطته من الاول، فخليت الاربعه دول خارج نطاق الخدمه، ودي لازم تحسب للمدرب طبعاً. واشتغل بيها بصوره جيده. الحاجه كمان اللي انا من وجهه نظري عجباني النهارده التغير. من الحال لحال. انت وصلت للي انت عايزه، قفلت ولعبت بطريقه عكسيه تماما، وهو قاله لعب بطريقه عكسيه تماما، انك انت بدل ما تعمل ضغط عالي لا هتقلل وتقفل، وممكن تروح بالكره اكتر من واتعملت كتير. انت مكسبك الجنين اللي انت جبتهم كنت ممكن تجيب اكتر، لو جبت اكتر، انت لو جبت اكتر من الـ من الـ من 3 4 تجوان، يعني 4 تجوان كمان او 5 او 6، كان يبقى الوضع عادي، لانك انت لعبت صح النهارده. يمكن هم كانوا في ضغط الشوط الاولاني، ضيعوا فرصه او اتنين قويه، الشوط الثاني يعني فرصهم قليله جدا عشان انت لعبت تكتيكيا كويس. بص حتى لما انت بتتفرج صحيح. على عليك انت بتلعب ككره، انت بدايه المباراه اللي انا بقول لك يعني عليها، اللي انت لعبت من فوق عالي صح. ما خليتهمش هم اللي يبقوا اصحاب القرار، انت اللي مهاجم على طول. عارف انا بيفكرني بماتش ايه ده؟ أي. ماتش الهلال في اول ربع ساعه. أي. لما بتضغط النادي الاهلي يا كابتن، اول ما بتخوف الفرقه اللي قصادك ونازل انك انت النهارده هتلعب بقوه وبقلب وبروح عالي قوي، كله بيتسلل له الياس، كله بيختار الوقت بقى، يقول لك انت تضربني البنيه النهائيه امتى؟ أيوه. علشان خلص تخلص عليا. هو النادي الاهلي كده، النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي لما بتقع يعني فرصه الثانيه الثالثه، انت لو كنت جبت جون بدر وشادي، عايز اقول لك حاجه على شادي بس عشان نبقى ايه؟ نبقى متفقين، شادي لعيب كويس وفرود كويس، وهو بس بيمر ببدايه، شفت جت في جت بيمر ببدايه اللي هي ايه؟ بدايه اللاعب الهداف يا كابتن ايمن. عارف اللاعب الهداف اللي هو دايما عايز يجيب اجوان كتير قوي، عشان هو ملخص لعبه كله في الجون بس، انت فاهمني؟ هو ملخص لعبه كله ان يجيب جون. انا في الوقت الحالي ما يهمنيش الفرد يجيب جون، انا يهمني التحضير اللي جاي من تحت. يعني النهارده الاجوان اللي جبناها، عمرو السوليه جونين، عمرو السوليه نص ملعب، الجون الثالث اللي جبناه، انت فاهمني؟ يعني احنا يعني المفترض ان اهو التحرك ده، بس كان لازم يحطها في القريبه. ايوه يحطها بدري، هو بقى حب يضمنها. هنا اللي انا بقول عليه، يعني لو جابها لنا تاني هو تتجاب تاني. بص هو تحرك فيرود، وكريم فؤاد حطها له في القريبه على تحت، لا اتاخر كمان، اتاخر عشان ياكل، اتاخر سنه عشان ياكل، يعني رجله وش رجله قوي، لكن ضيعت الفرصه. عارف وهي كده على طول يعملها، دي عاوزه ايه بقى؟ الحجله دي اخرته سنه. بص يا كابتن، دي عايزه ايه؟ كان رقصه بقى، كان رقصه. دي عايزه ايه؟ أيوه. دي عايزه هو جاي مترقص لوحده يا كابتن. بص يا رقصه، اقول لك حاجه. ايوه بس إيه؟ امتى نرقصه؟ لما اخد يعني ايه الفيرود ثقه، وانت خارج من مباراه متعادل، فانت صعب عليك ان تعمل، انت عاوز تجيب جون باي طريقه، انت لو رقصت هتحطها بشمالك او تحطها في القريبه. لكن لو النتيجه 1-0 كان رقص، وكان ممكن يعمل بينالتي كمان لو رقصه. ممكن يعني، ما هو الحاجات دي هتجيله هو طبعاً. شادي من الفراوده الكويسين صحيح، عاوز ثقه بس، وعاوز شويه لعب. يعني بص حلو اقول لك حاجه، عمرو السوليه مش متعزم. انا بس عايز اسال سؤال يا كابتن، هو الناس اللي بتقارن الشناوي بتاعنا بأي جول تاني، بأي حق بيعملوا المقارنة دي الحقيقة؟ بأي حق والله؟ مفيش صح، أنا بكلمك بلال حصل رد في الملعب بنفسه. ده أنا عايزكم بعد الجول دوت تجيبوا لي كمان الكرة بتاعت محمد الشناوي. هي واحدة يا كابتن، الشوطة بتاعت السولية عظيمة جدا. صح. حلوة جدا والله العظيم. يا أخي الجماهير دي عظيمة جدا بصراحة. أنا قلت لك إن ده نجم المباراة الأول، الجمهور. تعبان قوي بصراحة. بقول لك إيه؟ أنا عايز أقول لك الشناوي الوان. الشناوي النهاردة الثقة اللي عملها في الكرة اللي طلعها وطلعها في وقت، بص مش هيبقى هي سريعه عليه. انا شايف ان تكنيك السوليه عالي قوي، ولا متعزم قوي، بيظبط رجله اهو، مفيش عزم جامد، ولكن فيها دقه كويسه قوي. احنا اتكلمنا عن
طب انا عايز اشوف بتاع التسديد صح يا كابتن وعن الكرات الثابته اتكلمنا على التسديد والنهارده والله وكرات الثابته احنا خد بالك بقى عمرو السوليه جاب جولين كابتن اهي بص بتاع الشناوي ثلاث ارباع جوه مصر كابتن بتشوط عليهم من فدان ممكن تخش والله بص بعد الشناوي بتاع الشناوي بعد الجول على طول بص دي بص بقى الفرق هي بص انا عايز اقول لك حاجه الشناوي من الاجوان اللي عينيه على الكوره كويسه يعني الشناوي عينيه على الكوره كويسه ايوه اتشاطت كويس هنا الثقه بقى عشان كده انا برد على بلال وبقول له ايه هو ما حدش بيقارن حد بالشناوي الشناوي جون مصر الاول الفتره دي طبعا يعني خلاص يعني ما حدش يقدر يقول ما حدش يقارنه باي حارس مرمى تاني ولكن في نقطه عايز اقولها لك يجب 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 يجب, يجب ان احنا النهارده نحيي اول حاجه دفاع النادي الاهلي الاربعه لازم تحييهم تحييهم ازاي انك انت لعبت ابسط واقل مجهود ليك واقل وقفه واقل تحرك واقل يعني بلغه الكره تاليفا بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه دي ثقه عاليه خلي بالك خلي بالك هو تاليفا دي يا كابتن بلغه الكره تاليفا دي بلغه عربيه فصحى لا انا لا انا اقول لك تاليفا في الكره ايه اقول لك انا تاليفا في الكره ايه انك انت احيانا بتزود انا ما شفتش تزويد النهارده يعني في يعني في ياسر ابراهيم يا رب يقدروا يجيبوا ان دي خطا كبير قوي يمكن دي من اخطاء القليله لفرقه الدفاع النادي الاهلي النهارده عارف مين راجع دفع شادي مش شادي شادي بس هو في نقطه بس مهمه بس هو ما بصش على اللي ورا ما شافش اللي ورا لا في نقطه مهمه في خطا هنا كبير لازم اخر واعلى واحد لازم اعلى واحد هو اللي يبقى الاخير علشان الرد لو انت بتقدر بص اول واحد بيبقى بص الكره دي كمان الكره دي كمان يبقى اطول واحد بص عادل عادل شادي برضه لا بس قفشه ايه الفكر بتاع قفشه اللي عامله ده قفشه بص انا عايز اقول لك حاجه يبقى قفشه طول الوقت هو المهاري اللي انت محتاجه في الملعب يعليك على اي فرقه يعني بص بره الحسابات خالص حاسب الزمن وحاسب القوه بتاعه اللعبه وحاسب الخطوه اللي جاي بيها شادي هو شادي يمكن حطها جنب العارضه لكن بالامانه يعني قفشه من اللاعبين اللي في النادي الاهلي الواحدين اللي تبص تلاقيه لما يجي يعمل السرو باص بتاعه بيحسب فيه زمن الكوره مسافه الكوره سرعه اللاعب ودي حاجه مهمه ما فيش حد بيقدر يعملها الا اللعيبه اللي الشكل ده بالك الكره دي ياسر ابراهيم بيرد عليك في موضوع ياسر شالها كويس قوي الكره دي فعلا بص انا شايف ان الاربعه الرباعي بتاع المدافعين النهارده هايلين الكره دي وعارف ليه هايلين وعارف ليه هايلين في فلسفه في الكره تقول لك ايه ان الجيم بيبقى جيمين واحيانا بيبقى ثلاث جيمات الجيم الاولاني انك انت في جيم للمدافعين لو طلعت صفر ما جتش فيه جون بتبقى كسبان مكسب ولا المهاجمين لو جبت جوان بتبقى كسبان طبعا انت فاهمني انت ممكن تجيب جونين ويدخل فيك جون تبقى انت المهاجم ونص الملعب كسبان صحيح. والمدافع ممكن يكون خسران صحيح. طيب. النهارده المدافعين اعلى حاجه في مع النادي الاهلي وديانج طبعا قصادهم والحته بتاعت يعني اتمنى بس انه سافيو ويتأقلم ويبقى أقوى من كده وأسرع من كده عشان هو لعيب كويس ولكن محتاج شوية سرعات أتمنى أنه هو يتعلم على السرعات شوية لأنه الدوري المصري محتاج يعني الدوري فيه تقفيل كتير محتاج اللعيب اللي عنده سرعة محتاج اللعيب اللي بيجري كتير محتاج اللعيب لو أنت مهاري بس وبعدين عديت من واحدة يرجع لك تاني فمحتاج منك أنك أنت تبقى أسرع وتشتغل على السرعه كتير قوي علشان تقدر وقفتك وحركتك تبقى افضل كتير قوي. طيب كابتن بلال يمكن من ضمن الكلام اللي قاله برضو مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال انا عايز اساعد اللعيبه لتقديم افضل كوره وهم عايزين يلعبوا على ملعب استاد القاهره واي مدرب بيحلم باللعب على استاد بهذه العظمه. قال كمان ان اللعيبه بتسعى لتطبيق افكاره خلال التدريبات والمباريات. والفوز اللي حققناه النهارده فوز جيد والمكسب ده هيخلينا نشتغل بارتياحيه الفتره القادمه. حقيقي طبعا انت لما بتبقى موجود في المركز الاول وده اللي احنا قلناه قبل الماتش انت داخل الماتش ده عندك تحديات كبيره جدا
انت المباراه اللي فاتت متعادل والنهارده بتلعب مع بيراميدز، فرقه من الفرق اللي عندها لعيبه المفترض ان هي امكانياتها جيده، لكن انت اقحمت امكانيات بيراميدز، يعني اقحمتها بال يعني بالكامل. يعني حسينا ان ان ان, إن كمان المدير الفني اللي بيتكلموا عنه اخواتنا في الاستوديوهات التحليليه وبيقولوا عليه ان هو عبقري زمانه، ما حسيت ان هو ما فيش ما عندوش الحقيقه اي 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 افكار كرويه. يعني انت اللي عملت كده مش هو، يعني هو أيوة هو طبعا. كان مرغم او مش بيسموه مرغم مجبر اخجل بطل تمام مستر كوره. دي كره ثابته مثلا، كنا ياما نادينا من الاستفاده بالكره الثابته، وفعلا عمرو السوليه احرز هدف رائع. شفت الكروس كويس ازاي؟ الكروس هاي هاي الكره ملعوبه كويس، وهو السوليه حاططها في مكان كويس. هنحلل الثلاث اجوال ان شاء الله مع بعض، ولكن نكمل. بص شوف يا كابتن، انا دايما كنت بقول ايه، انت عندك يعني عندك المباراه دي بالذات دي تحديدا مش اي مباراه تانية، والفرقه دي تحديدا مش اي فرقه تانية. هي الفكره كلها في المباراه والفرقه كمان. انت لو اي فرقه تانية كانت الامور مش هتبقى كده، مش هيبقى عندك نفس التحدي. خلي بالك، عايز اقول لك حاجه، جماهير النادي الاهلي هتقول لك الله ما انت عندك اهو. طبعا يعني لا ما تقلش عن كده. طب يعني فاهم، هو خد بالك الماتش ده بيقول ايه، المسج بتاعته بتقول ايه، لو في تقصير يبقى منك انت مش من امكانيات الفرقه الثانيه. ايوه ايوه صح، فاهم قصدي يا كابتن؟ يبقى لو في تقصير بعد انت كده عندك. منك انت كلاعب لان انت عندك انت يعني هو مين اللي كسب النهارده بيراميدز 3؟ خد بالك انت النهارده الفرقتين الكبار انت كسبتهم، مظبوط، الزمالك في السوبر مظبوط، وادي بيراميدز في الدوري مظبوط. صح صح، اذا انت ما عندكش ازمه بلال، او المفترض يا كابتن ما يبقاش عندك. اتفضل يا كابتن، عايز اقطعك في حاجه واحده. انا عايز بس اشوف الجون وبعد. لا هنشوف الاجوال بعد كده. لا مش فاهمني إيه؟ عايز بس اشوف اللعيبه وهي بتسلم على بعض بره. بس هنجيبها بعد كده. المجموعه الاحتياطي اللي موجودين دي الروح جيريو على السوليه اكتر من يعني لو جبتها كريم فؤاد راح وهو بيقول كل الاحتياطي. هنجيب الاجوال بعد كده. انا مش على الاجوان، انا بكلمك على روح ال الدفاع. الكرة دي حلوة قوي روحها. معلش ده جون. معلش قطعتك يا بلال. لا مش ده جون. ده لو دي لو عدت دي كرة طريزة كان هيبقى جون علامي. لازم يحطها. اتفضل يا كابتن. ما تنساش حد زودها شوية بصراحة. ماشي. اتفضل يا كابتن. بص من دي كان لازم يحطها بقى بشمال. شمال دي والراجل متزحلق معاه وهو حب ياخدها لوحده. حب يستخلص أكتر من كده. يعني حسين هايل الحقيقة يعني. بصراحة احنا أثنينا عليه الثلاث ماتشات اللي فاتوا. مظبوط. والماتش ده برضه نزل لاعب بشكل كويس واداء كويس في مباراه النهارده الحقيقه. بس دي كانت جول يا حسين، يعني انت خلاص رقصت حط بقى جول شمال احط يعني مش لازم تجيب جول تاريخي يعني. تمام خلينا نكمل بقى على حته الجماهير. قول عايز تقول انت على حاجه في الجماهير. انت عندك اهو ما تقلش عن كده. ماتشات الجايه ما تقلش عن كده. يعني النهارده هتيجي تبص للجمهور هيقول لك انت الماتش اللي جاي لو لا قدر الله حصل حاجه يقول لك لا ما تقوليش بقى العيب في فلان. بس انت عندك مشكله يا كابتن الحقيقي، انت عندك كل ماتش بيغيب حد ودي برضه مشكله كبيره. النهارده حمدي فتحي جاي، الماتش اللي جاي عندك اثنين لعيبه، عندك كريم فؤاد وعندك عبد الملك. الله اعلم مش عارفين الله لسه، اعلم لسه لان الماتش اللي جاي بعد بكره لسه يعني كمان يومين. الخميس يوم الخميس. الخميس يا كابتن. خميس ثلاث واربع وكلام خميس. ايوه مفيش وقت يا كابتن، يعني بناخد يعني من التحدي. حتى الريكفري مش هتلحق. عندنا ماتش ام بي كمان. هو المدير الفني قال حاجه في انا معترض عليها الحقيقه في المؤتمر، قال ان احنا في التدريبات مفيش تدريبات. انت يعني ما بيلحقش. مزبوط. انت ما عندكش تدريبات تلحق تصلح فيها حاجه. صحيح. انت عندك انت يا دوب بتعمل ريكفري، يعني انت بكره اللعيبه هتريح، بعد بكره هتريح بزياده، تمام عشان تخش الماتش. فيديو ممكن. ما اقصدش يعني، قصدي يا كابتن عمليا جوه الملعب مش هتلحق، نظريا تشتغل. لازم اشتغل نظريا. ما اخصص الدرج احنا كنا بنخلص على ماتش. اللعيبه اللي كل مباراه بينقص منك لعيب دي برده مشكله كبيره جدا بالنسبه لك. طب في قصدي ان انت كل ماتش انت يعني هتدور على بديل؟ معقول كل مباراه بتدور على بديل؟ انت مشكله اي مدير فني. الكباتن كلهم اشتغلوا مدربين يعني، تمام باستثنائنا وكابتن شريف. انت كنت حكم ما عندكش فكره عن التدريب؟ لا انا دربت شويه. دربت يا كابتن؟ تقول له مشكله ايه؟ المشكله اكبر مشكله تقابلها يقول لك ان انا ما بقاش عندي تشكيل ثابت. ايوه مش عندي 11 لعيبه وثلاثه تانيين، مش بس 11 وثلاثه تانيين بره او اربعه تانيين اعتمد عليهم بشكل يعني متواصل. النهارده النادي الاهلي يا جماعه كل مباراه بيغير اثنين ثلاثه، ده في مباراه بيغير اربعه وخمسه مجبر اجباري حسب ظروف الماتش كمان. اجباري يا كابتن. مش بس برضه هرجع اقول لك ايه، ان برضه الجمهور لا خلاص مش هيسامحك بعد كده. يعني الجمهور انا مش هيسامحك ليه؟ لانه انت عندك انت لما بتحب تظهر اللي عندك بتظهره. مظبوط تمام. انت في انت يعني اقصيت على الزمالك
برغم ان كل مصر كلها كان عندها تحدي يقول لك الزمالك هيكسب الاهلي في السوبر زي السلام عليكم. وماتش النهارده بعد الماتشين اللي فاتوا الناس كان عندها تخوف. انت جيت كسبت الزمالك في السوبر وعملت مباراه رائعه جدا 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 جدا. النهارده التحدي الثاني تحدي كبير. انت بتلعب بيراميدز بعد سلسله تعادلات تمام باخفاقات غير متوقعه من فرقه النادي الاهلي، ومع ذلك النهارده كان عندك تحدي مع فرقه كبيره. صحيح. والنهارده شوف الثقه بتاعت جمهورك فيك، بص الجمهور في موجود في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه جاي بيشجع، عارف ان انت عندك تحدي. صحيح. هو بس بيخرج لك التحدي اللي جواك. مزبوط. يعني بيخرج الاسد اللي جواك، انت جواك اسد قد يجوز انه مقبل، الجمهور بيقدر يخرجه، عندك كورة بيقدر يعمل التفاعل الجيد ده يا كابتن. فالنهارده اديت المباراه بشكل كويس وكسبت 3-0، ده المنافس الاكبر بعد نادي الزمالك يعني. تمام، هم من وجهه نظري هو الزمالك وال الزمالك وبيراميدز ويجي فيوتشر في مرتبه ثانيه. انت في مباراه فيوتشر انت معاك 5-6 فرص يعني محققين، كان ممكن تكسب يعني. فالنهارده عايز اقول لك ان النادي الاهلي هي بيدي لا بيدي عمرو، هي بايديك انت، بايدين المدير الفني، بايدين اللعيبه. اللعيبه اللي بتنزل الملعب هي اللي عندها التحدي الكبير جدا، المدير الفني هو اللي بيحط التشكيل. صحيح. انت تبقى مشكلتك الحقيقيه. مزبوط. في الفرق اللي بتدافع بس. صحيح. مش في الفرق اللي بتلعبك هيد تو هيد. صحيح. الجيم المفتوح. صحيح. لا الجيم المفتوح تكسب اي حد. صحيح. زي ما كسبت الزمالك كده. مظبوط. وتكسبه ان شاء الله 21 باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تروح طيب نبص على لا نشوف بقى الاهداف ونحللها مع نجومنا الكبار. لو جاهزين بالهدف لاعب الهدف الاول ماشي. ده الهدف الاول الكره طبعا مع علي معلول كابتن شريف. علي معلول ورؤيته وتحرك السوليه وقرار بقى السوليه. السوليه على فكره ما بعدش كتير يعني. لا لا لا. الكره قدامهم حاجه بسيطه جدا يعني. هو ما السوليه جايه المكان ده ليه؟ اه يعني اشمعنى جاي فاص كده قدام الجول كويس عشان يعمل ايه؟ لسه هياخد الكوره ويبصيها لحد؟ لا ده راجل هو بيعرف شوت كويس جدا، من مميزاته كلاعب كوره. ايوه شايف رؤيه التهديف كويس جدا. في ثقه وهو بيشوت، عارف زي ما انتوا قلتوا كلكم ما بيعزمش عن الكوره، ده حط وش. صحيح. رجله من كرات رونالدو. صحيح. كريستيانو رونالدو بيشوت في الهدف نفسه. صحيح. تيجي بقى في نص الملعب، تيجي في على الجنب، تيجي في اي حته. الكره مش هتتشاف يا ايمن. انا ما شفتش بقالي كتير قوي ما شفتش قوه التهديف بالتصوير ده. عبد الله سعيد رايح له كمان سبرنت ومن حقوق. لا ده عبد الله سعيد يروح يهنيه. ايوه بالظبط. مش عشان يقول له اي حاجه. لو معانا الجول الثاني كمان. الجول الثاني لو جاهز كابتن اسامه. ايوه ماشي اتفضل. كره ثابته لسه ما جاتش. واحنا ايه واحنا كنا بنقول ان الكرات الثابته بس طبعا بس هو الشناوي يخش الجول. الضربات الثابته من اهم الاشياء اللي احنا كمان كنا بنقول قبل المباراه. صحيح. حسين الشحات راح لعبها تملي من الجنب ده بيلعب علي معلول عشان تلف لجوه. ايوه المره دي حسين الشحات لف البر عملها في ارتفاع هايل ولفه لبره في اي حد يلمسها. يعني عمرو السوليه يا دوب وجه بس. مم. يعني يا دوب وجه بس عشان هي جايه سريعه وقويه. صحيح. راحت في الزاويه البعيده يعني. هو طبعا في خمسه واقفين بشكل معين عاملين يعني زحمه، بكل واحد بيتحرك في حته معينه، فالسوليه جه في الوسط ويا دوب وجه راحت في حته صعبه. هدف رائع يعني، رد فعل قاسي كان. صحيح. بس طبعا. صحيح. يعني طب لو الجول الثالث موجود يا سمير بالمره. ماشي اتفضل كابتن عادل وكابتن بلال. لا اديني انا وكابتن عادل الجمهور في جون. اسمع بلال. لا لا انا هخش في جون اخويا خد بلال. لا احلق انا احلقها لك. ادينا الجمهور في الجون الثاني. ماشي وادي لبلال. خد بلال عشان الكره دي يا بلال. بلال ده الكونتر اتاك اللي انت كنت بتتكلم. الكونتر اتاك اللي انت بتتكلم عنه من اول مباراه. هو بصراحه هات من الاول هاتنا الكره من بدايتها. هات من بدايتها. هو صعب الكونتر. يا بص يا بلال بص الشناوي صعب الكونتر اتاك الحقيقه. الكره مع ديان ودي حسين الشحات راح بيها يلعبها عرضيه طبعا الشيف بس علي جبر حط رجله وكانت الكره غيرت اتجاه. بص هو ده اللي نادينا عليه من قبل الماتش وانا بقول لك يا كابتن الهجمات المرتده السريعه تمام ده هيبقى سلاح قوي او بالعكس ده من اقوى الاسلحه اللي ممكن يعتمد عليها النادي الاهلي. صحيح. ادي واحده من ديانج لحسين الشحات لعبها خبطت طبعا يعني اي نعم هي خبطت من بعيد. أي ده اللقطه اللي انت عايز تتكلم عليها يا كابتن عادل. لا لما تيجي اللعيبه ما راحت تفرج دول واقف الجول. لا دول واقف. لا ده الجون الثاني. انا كنت عايز الجون الثاني. لا انا عاوز الجون الثاني مش الثالث. لو معانا الجون الثاني سريعا يا بلال سمير بعد اذنك اللي هو فرحه اللعيبه مع بعض بعد. ايوه ايوه الكره دي. بص كمان ده الجمهور فرحان كمان والكره بتلعب. لحظه بس انا اوريك حاجه مهمه قوي. انا ما يهمنيش دي مهارة عملت الكروس كويس كل ده جميل. بس بص بقى
انت لما تيجي اللعيب الاحتياطي اسعد حاجه في الدنيا ها في لعيبه بتبقى زعلانه قاعده بره وفي لعيبه بص روح اللعيبه مع بعض مزبوط. كل الاحتياطي اللي راحوا اكتر من اللي في الملعب مش طيب. ده بقى بص السعاده بص عبد القادر بص اللعيبه اللي عماله تتنطط شوف صحيح. دي الروح صح طول ما دي موجوده وطول ما اللقطه دي موجوده وباينه كده هو ده النادي الاهلي تعرف انك انت تكسب اي فرقه لو دي جبتها كتير صحيح. وعملتها كتير صحيح. تعرف انك انت طيب. كابتن شيف رجل عندك مباراه عندك اليوم عندك حق كابتن عادل رجل مباراه اليوم عمرو السوليه ماشي كابتن اسامة عرب هو في اكتر من واحد صحيح يعني هاني هايل علي معلول هايل ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم بس طبعا عمرو السولية لان جاب هدفين حلوين وادى اداء كويس وكان سبب كبير بالتسديده الاولى انه يغير شكل اداء النادي الاهلي ونتيجه المباراه صحيح بجانب الفوز وعوده الروح يا كابتن عادل النهارده وجماهير النادي الاهلي العظيمه انا كنت اقول لك انا مش هتنازل عن الفانيلا الحمراء ماليش دعوه صحيح. طب في الملعب ما تقوليش ماليش دعوه بالملعب مش عايز اقول حاجه في الملعب كابتن بلال هو السؤال بيتقال مين النهارده احسن لعيب في مش مين راجل المباراه لان النهارده كلهم رجاله كلهم رجاله طبعا احسن لاعب في المباراه احسن لعيب في المباراه في اكتر من لعيب صحيح انا عايزين منهم واحد هديك ثلاثه ماشي اتفضل بالترتيب يعني ماشي انت بتاخد من بلال ثلاثه وبتاخد مني انا لا لا ما هو واحد منهم كابتن ما واحد اثنين ثلاثه انا قلت هاني وقلت علي معلول وقلت اتفضل يا كابتن السوليه رقم واحد الحقيقه يجي بعديه محمد هاني رقم اثنين واليو دانج رقم ثلاثه دول اعتقد دول الثلاثه اللي في الملعب النهارده يعني بالاضافه طبعا معلول ايه علي معلول عمل ماتش كبير معلول ده على طول وياسر ابراهيم عمل ماتش كبير انا وعمل عبد المنعم ما انا بقول كلهم رجاله النهارده كابتن لكن انا بقول لك ان ابرز النهارده من وجهه نظري وانا ممكن نظري تكون ممكن تكون يعني مختلفه عن الاخرين احنا كلنا رؤيه واحده خد بالك لكن الحقيقه بصراحه النهارده انا بحيي هاني جدا 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 الحقيقه يا جماعه يعني هو اكثر واحد يعني المفترض ان 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 هو يعني ياخد التشجيع الحقيقه صحيح. لان هو الحقيقه يعني جاي من بعد معاناه شديده جدا 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 الحقيقه والراجل اداؤه المباراه اللي فاتت ومباراه النهارده اداء جيد جدا جدا تحيه وجبه فعلا لنجوم النادي الاهلي النهارده اللي قدوا مباراه ولا اروع وخصوصا في الروح وعوده الروح مره اخرى للاعيبه النادي الاهلي والشكر ايضا واجب لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي احنا شفناه النهارده ده جزء بسيط جدا جزء من جماهير النادي الاهلي العظيمه عينه هي دي جماهير النادي الاهلي وهي دي اللي هتفضل ورا فرقتها لحد ما ترجع الدوري اللي اتخطف مننا السنتين اللي فاتوا فاصل نرجع نستقبل كابتن ناصر عباس والحديث عن الحياه التحكيميه ارجوكم انتظرونا بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس نورنا كابتن الله يخليك يا كابتن علي من تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل ابو الرحمن والكابتن بلال منور يا كابتن منور خليك يا كابتن مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه وهارد لك لنادي بيراميدز كابتن ايمن قبل ما نروح للحالات دايما احنا بنتكلم على المباراه وصعوبتها هل هي صعبه ولا متوسطه ولا سهله كابتن عادل شايفين النهارده المباراه نتيجه النادي الاهلي سهلت من مأمورية الحكم في هذه المباراة. الكابتن اسلام شاطر سألني امبارح سؤال مهم جدا جدا. قال لي الحكم ده حكم نهائي كأس العالم هل هيؤدي بنفس الأداء اللي أدى فيه في مباراة الأرجنتين وفرنسا كابتن عادل؟ قلت له أنا أتمنى إن يكون نفس الأداء لأن أنت كحكم مالكش علاقة أبدا مباراة كبيرة أو مباراة صغيرة ولكن أدائك المفروض تبقى أنت محافظ عليه. ولكن النهارده كان في تفاوت وتباين كتير جدا ما بين المباراه اللي هو اداها كابتن شريف في نهائي كاس العالم والنهارده. النهارده عنده اخطاء كتيره، النهارده عنده مشكله في التحرك وفي الجري في لياقه بدنيه، بعض الحاجات كتيره جدا يعني هو مش يعني عاوز اقول ايه؟ دايما انت كحكم ما تلعبش على تاريخك. دايما العب على كل مباراه هتتقيم عليها. لما نيجي نتكلم النهارده كابتن الحكم البولندي 41 سنه. دولي من 2011 تقريبا بقى له 11 سنه حكم دولي ادار طبعا نهائي كاس عالم ايضا ادار كاس السوبر الاوروبي ادار هنا اهلي وزمالك ادار كاس السوبر الاوروبي ما بين الريال والاتلتيكو وادار كمان عندنا ادار كمان نهائي كاس اوروبيه للشباب
أدار مباراة الأهلي والزمالك في 21/7 هذا الموسم، وأشهر البطاقة الصفراء 8 مرات 4 لكل فريق. لو نتذكر كان أول إنذار أشهره لإمام محمدين في الدقيقة الثانية، ثم أنذر عاشور أحمد فتوح إمام عاشور، وأنذر أحمد فتوح في الدقيقة 7 كابتن عادل لو أنت تفتكر. صحيح. خلي بالك النهاردة أنا عندي حالة مهمة جدا جدا، الدقيقة 49، وهنا بنستفيد كابتن أسامة للحكام في نهايتك للمباراة خلي بالك إمتى تصفر. صح. في توقيت، إنما النهاردة في نهاية المباراة كان هناك مخالفة واضحة جدا توصل لدرجة اللعب أو استخدام قوة زايدة، أنت نهيت المباراة وللأسف ولا خدت قرار بإشهار بطاقة ولا خدت قرار في هذه الحالة. تعال نشوف الحالة دي اللي هي في نهاية الشوط الأول يا كابتن. في نهاية الشوط الأول هنا بنقول شاهد الدقيقة 49 من أكتر من حالة كابتن عادل عبد الرحمن، نشوف هات لنا الحالة اللي جاية هنا نشوف من زاوية تانية ونشوف طريقة الدخول والرجل نشوف هنا اللي جاية هنا بس ارجع تاني كابتن عادل. هرجع تاني كابتن سمير بعد إذنك، هرجع تاني هات المخالفة البوينت اوف كونتاكت اللي هي الستارز في الركبة اللي هي اللي تحت هنا كابتن هنا كابتن عادل انت ايه رايك في الحالة دي؟ رجله عالية شفتها دلوقتي احنا لما كنت بتتكلم معايا قلنا ان الرجل هنا كنت فاكرها على الارض ما رايحش على الارض هي رايحه فوق رايحه فوق خلي بالك يعني هو انا هو ان هنا يا كابتن الحكم قال لك الاثنين داخلين على بعض كابتن هو ما يشوفش تفاصيلها كابتن في فار صدقني طبعا انا كحكم انا ما اقدرش اشوف تفاصيل مين اللي وصل الاول للرجل او ما شفتش تفاصيلها ولكن هو خد الشكل وقال بالشكل ان الاثنين داخلين بعض طب هنا الفار الفار يكون موجود حتى البروتوكول بيقول يا كابتن حتى لو الحكم انهى الشوط ما يقدرش يخرج الا لما يبقى فيه كونفيرم من الفار ممكن يكون في حدث غايب عن الحكم وهنا الفار بيرجع للفار خلي بالك لو قلنا ان دي ما فيش فيها حاجه زي ما قلنا اقل حاجه انذار اقل انا بقول النهارده نتيجه اخفت النتيجه الكبيره للاهلي اخفت صحيح. اخطاء الحكم في هذه المباراه تعال نشوف هنا بقى هنكمل يا كابتن هنكمل هنا مدام صبحي نفس اللعبه مع علي معلول نشوف هنا من تحت خلاص دي احنا خلاص حفظنا يا كابتن بلال هنا تاكلينج موجود واخد الرجل الرجل هنا ما عليتش الفرق ما بين اللعبه دي والثانيه كانت عادل هنا الرجل معلش ولكن هنا الدخول بمهاجمه وهنا الانذار يا كابتن شريف وجوبي حتى لو قلنا ان هناك انذار وهذه الحاله انذار كان يجب طرد رمضان صبحي صح. سواء كان في اللعبه الاولى او في الدقيقه 72 يا بلال وبنتكلم فير خالص اخطاء واضحه جدا جدا النهارده للاسف هو زي ما قلت النتيجه الكبيره النادي الاهلي ضد بيراميدز اخفت اخطاء الحكم البولندي شيمون دول انا حبيت اقول الحالات ديت ليه احيانا النتيجه كابتن بلال بتنسي الناس كلها الاخطاء التحكيميه صحيح وهو ده اللي حصل النهارده ولكن تعالى النهارده لو النادي الاهلي تعادل او النهارده اتاثر بالنتيجه يبقى قرارات تحكيميه هنا اثرت في نتيجه المباراه كابتن عادل يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده نشوف الحاله ديت هل هناك تسلل هنا اللاعب الحكم المساعد هنا رقم 2 اشار باستمرار اللعب نشوف هنا لحظه التمرير تمام كابتن اسامه ايه رايك لا لا فش حاجه لا اعتقد ده ياسر ده ولا مين اللي هو في النص ده اللي في الويست هو اللي مغطي اللي هنا هنا مغطي يعني. اللي هنا تقريبا دوت احمد محمد عبد المنعم تقريبا بالظبط كده هنا حاله تميز بنقول تميز يا كابتن بلال للحكم المساعد اللي هو اشار باستمرار اللعب هنا مفيش مخالفه تسلل وبالتالي هنا كان ممكن هذه الحاله تمثل خطوره على النادي الاهلي وانا لكن جيبها انا سيبنا من الزاويه اللي جايه من الجانبيه ديت لا الحكم المساعد مش هنا على فكره ولكن هنا تمركز الحكم المساعد هنا اشار باستمرار ودي حاله ايجابيه للحكم المساعد رقم 2 الحاله بعد كده شوف الحاله اللي جايه مهمه جدا هنا بردك هنا عمل حاجه كويسه جدا جدا وهو كان في مخالفه هنا ضد لاعب النادي الاهلي نشوف هنا المخالفه موجوده وسمح باستمرار اللعب عشان خاطر اللعبه تروح ويدي افضليه للاعب بيراميدز لما لقى ان الفرصه مش هتبقى مهيئه رجع تاني واحتسب المخالفه وده قرار صحيح من الحكم في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده. هذه الحاله مهمه جدا 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 وهو هنا ما يشوفش تفاصيلها برضك. والحكم المساعد هنا ما اداش اي حاجه كابتن ايمن.
وهنا زي ما قلت هنا يعني هنا الفار هنا بينجد الحكم لو كان هناك في مخالفه. هنا اللعبه دي في اكتر من حاله نشوف هنا الكره بتذهب لليد. وهنا السؤال دايما بنقول للحكام هل اليد هنا واخده حيز مكبره الجسم يا بلال مفتوحه ولا اليد هي وضع طبيعي للاعب ان انا اقف كده تمام لان انا مش هودي ايدي فين يا كابتن ايمن؟ صح انا ايدي هوديها فين؟ صح. هل المسافه ليها اعتبار يا كابتن؟ من شان هل المسافه ليها اعتبار؟ هنا كابتن الاعتبار الاول وضع الايد. انا بحاسب يا كابتن بلال على وضع الايد، هل هو طبيعي؟ ده السؤال. ولا هل الايد خرجت؟ خدت حيز او كبرت الجسم. طب احنا احيانا يا كابتن في بعض اللقطات اللي زي دي عارف هتقول ايه؟ والله كابتن بنشوف اللعيب بيحط ايده ورا ظهره. ممتاز. هو بيحط ليه ايده ورا ظهره؟ هو احيانا اللاعب بيبقى قلقان من الحكم يا كابتن، قلقان منه لان ممكن اللعبه ديت الحكم صفر بلانتي، فهو ايه بيعمل ايه؟ هو مش عاوز يعمل ريسك يا كابتن بلال، فبيضطر يحط ايده ورا ظهره منع لان هو يعمل مشكله لنفسه. ايوه انما في القانون ما قالوش احط ايدك وظهرك، القانون قال ايه؟ وضع الايد طبيعي ولا مش طبيعي؟ انت معايا؟ وهنا بنشوف هنا لو شفنا الحاله دي هنا هات اللقطه الثانيه او الزاويه اللي جايه يا كابتن سمير بعد اذنك اللي هي جايه تبين هنا بس بس هنا كابتن شريف هقول ليه مش لمسه يد. احنا قلنا المخالفه مخالفه لمس الكره باليد هي بتعتمد على وضع الايد يا كابتن بلال. هنا وضع الايد هنا ده طبيعي للاعب ان انا ايدي تبقى كده ان هنا الايد ملاصقه للجسم وبالتالي الكره ذهبت وانا ايدي في وضع طبيعي. وعلى فكره يا كابتن الحكم نفسه بعد ما لعيبه الاهلي اعترضت قال له حاطط ايده هو بالظبط كده بالظبط كده. ولكن هنا احقاقا للحق هنا مفيش مخالفه ركله جزاء هنا وضع اليد طبيعي وده كمان لحكامنا عشان ما نعملش مشكله لحكامنا حاطط ايده جنبه. ولكن هقول لك على حاجه في بعض الاحيان بتحتسب هذه اللعبه لكن دي لو علينا كابتن حسب ايده جنبه. شوف يا كابتن احنا دايما طلعنا قلنا النادي الاهلي عليه ركلتين جزاء وطلعنا بشفافيه وبعداله ولكن دايما الاستوديو التحليلي هنا النادي الاهلي احنا بنحلل الالعاب ممكن تتحسب على النادي الاهلي ولكن هذه الحاله انا بقول ايه؟ انا رايي فيها كمحلل هنا وضع اليد وضع طبيعي وبالتالي هنا ما كبرتش الجسم كابتن شريف ولكن احيانا بتحتسب. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. هنا عندنا طبعا هنا هو لم يتردد على طول وهنا السؤال هنا يا كابتن ايه الفرق بين دياس سومه ولعبه علي معلول ورمضان صبحي؟ يا ريت يرجع لنا تاني نشوف هنشوف الحاله اللي جايه ديت. ده واخده في رجله وبتاع دي زي بتاعت رمضان صبحي. الله عليك احييك كابتن بلال. اذا هنا معيار احتساب المخالفات او العقوبات اختلف في اختلاف مظبوط ده اللي احنا بنقوله بس كابتن بنقول بس في حاجه رؤيه المشاهده بقى مفتوحه بس في نقطه يا كابتن دي مش هرد عليك يا كابتن شريف حاضر كابتن دي مش الاثنين رايحين في التلاحم كبير مع بعض يعني برونو سافيو واقف ومسيطر على الكوره والراجل جاي متزعلق وخابط فيه ممتاز هي يعني دي مهاجمه فيها دي مهاجمه يعني المهاجمه إيه؟ المهاجمه هنا شكل المهاجمه واسلوب الدخول يا كابتن بلال بطاقه انا اقول ايه ايهما اصعب دي ولا الثانيه بتاعت علي معلول ده السؤال ايهما اصعب دي اصعب لا علي معلول اصعب بتاعت علي معلول اصعب ده علي معلول رايح الراجل في الانكل او في رايح في كعب يعني الراجل الثاني ما طلعش كوره ولا حاجه كان علي معلول مديله معايا بالظبط كده انا عاوز اقول ايه يا كابتن شريف يا كابتن ايمن كابتن شريف كان ليك سؤال لما قلت لك الكره دي رؤيه المشاهده مفتوحه له هو اكتر هنا هنا هو يعني هو هنا برضه خلي بالك يعني توقيت المباراه بقى مش مشكله دي انذار مظبوط اتفضل انذار مظبوط ولكن يا كابتن تاني بنقول النتيجه الكبيره للنادي الاهلي اخفت الاخطاء الحكم اللي اعتقد النهارده كان هناك بطاقه حمراء اللي لم تكن مباشره كان ممكن للانذار الثاني في لعبتين رمضان الصبح مبروك النادي الاهلي وبالتوفيق يعني للتحكيم واحنا شفنا نموذج اهو للحكم البولندي اخطاؤه مش مؤثره ولكن ما راحش للفار ولا مره نتمنى التحكيم بقى المره الجايه يا كابتن ولكن النتيجه ساعدته برافو مفيش كلام طبعا مفيش كلام النادي الاهلي ساعده دي حاجه صراحة. دي حاجه مفيش فيها كلام يا كابتن واي حكم بيبقى محظوظ لما النتيجه بتكبر كده بيبقى نفسيا حتى ما عندوش ضغوط في المباراه شكرا كابتن ايمن واشكر الاستاذ التحليلي ومبروك لي شكرا جزيلا كابتن ناصر امتعتنا كالعاده شكرا كابتن ايمن بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله رقم 11 للدوري العام المصري الممتاز لكره القدم
والتي انتهت باكتساح النادي الأهلي البيراميدز بثلاثية نظيفة مع الرأفة وانفراد النادي الأهلي لقمة جدول الترتيب عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة اللي عايزين نشكرها يعني من هنا للسنة الجاية، ومهما شكرناها مش هنقدر نوفيها حقها. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن وألف مبروك. مبروك كابتن، مبروك كباتن، مبروك المؤسسة كلها على يوم جميل جدا الحقيقة. الحمد لله فوز كان مهم جدا وفوز كبير جدا. بشكر لعيبة وجهاز الفني والجماهير طبعا العظيمة اللي دائما بتؤازر لعبتنا وهي اللاعب رقم واحد. كابتن علاء الرحمن شكرا يا كابتن. مبروك مبروك يا كابتن على الفوز. والحاجة التانية كمان انت عديت النهاردة كمان حتة فرق الأهداف كمان بالنقاط ثلاثة وفرق الأهداف كمان، يعني انت متربع مرتين على الدوري. ان شاء الله تكمل ولا يا رب نركب في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه عرابي شكرا يا كابتن بتاعتي. مبروك يا ايمن على الاداء الجيد والفوز الكبير، ومبروك للعيبه والجهاز ومجلس اداره وكل الناس اللي تنتمي للنادي الاهلي، وطبعا على راسهم جماهيرنا اللي كانت زعلانه شويه الماتشات اللي فاتت، فالحمد لله النهارده الحمد لله رب العالمين يعني ربنا طلعهم مقبولين بخاطر. كابتن احمد بلال ابتسم شكرا يا كابتن، امتعتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.